التراكم في الويبينار الخاص بالمجلس الدولي للمنشآت الصغيره بالعربي ان اربيك اي سي اس بي ويبينار سيريز. الخطه بتاعتنا ان شاء الله ان احنا يكون عندنا كل شهر لقاء باللغه العربيه على الفيسبوك لايف واليوتيوب شانلز بتاعت الانترناشونال كونسل فور سمول بزنس. النهارده في بدايه اول ويبينار سيريز للاي سي اس بي بالعربي، بيسعدني ويشرفني ان يكون معايا يعني قامات في مجال تعليم رياده الاعمال في العالم العربي. اولا يعني حابب ارحب بالليديز فيرست زي ما بيقولوا بقى، الدكتوره سمر باقر الاستاذه في جامعه الكويت في الكويت. مساء الخير دكتوره. مساء النور، اهلا وسهلا استاذ احمد، وشكرا على الدعوه وشكرا على هالمجموعه الطيبه. شكرا. ومعانا كمان الدكتور اشرف شتا من الجامعه الامريكيه في القاهره في مصر. اهلا وسهلا دكتور اشرف. اهلا باشمهندس احمد، سعيد بلقائكم كلكم. اسعد. معانا كمان الدكتور عيسى الرميثي من جامعه الامارات العربيه المتحده في الامارات، نرحب بيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، طال عمرك ومسي عليك ومسي على الاخوه، وتشرفت معرفتكم وبسي على كل جماعة اللي يشوفونا في كل مكان. سهل. أنا كمان المهندس مجدي وهبة خبير ريادة الأعمال في مصر. أهلا وسهلا باشمهندس مجدي. أهلا مهندس أحمد، أهلا بحضراتكم جميعا، وأشكركم على الفرصة الطيبة دي، وإن شاء الله يكون لقاء مثمر وجيد للجميع يعني، ولكل اللي هيسمعونا ويشوفونا. شكرا. ومعانا عدنان ملاوي من جامعة إيباج في باريس في فرنسا. أهلا وسهلا دكتور عدنان. بونجور بالفرنسية وعلى السلامة بالتونسي، وشكرا على الاستضافة أستاذ أحمد عثمان. أهلا وسهلا. وأخيرا وليس آخرا، دكتور أيمن الترابيشي الأستاذ في جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس التنفيذي لمجلس الدولي للشرائط الصغيرة. صباح الخير دكتور أيمن. مساء الخير أحمد، شكرا على الانفيتيشن. طيب طبعا أيمن هيكون عنده مشكلة في الكلام بالعربي، بس احنا بنحاول يعني ان احنا نحسن اللغة العربية. طبعا انا في البداية عايز أيمن يعمل يعني شرح وافي او اوفر فيو زي ما انت فاهم. المجلس الدولي للشرائط الصغيرة اصدر تقرير الشهر اللي فات عن ريادة الأعمال وتعليم ريادة الأعمال في العالم، الـ Entrepreneurship Education Report. فدكتور أيمن لو تدينا في دقيقتين 2 minutes يعني عرض أو overview عن التقرير اللي ICSB أصدرته الشهر اللي فات. شكرا أحمد. هو الأول مرة نطلع التقرير على الـ على الإدوكيشن أو غلوبال أنتربرينورشيب إدوكيشن في العالم، and so يعني عملنا شوية هيستوري تاريخ بالطالع كده، بس يعني الوقت أصلاً كان أحسن وقت إنه يطلع عشان كل الدنيا تغيرت مع حكاية الكوفيد والأنتربرينورشيب إدوكيشن. والتقرير يعني بكل الصراحة قال كل اللي عارفينه إنه الدنيا وقفت مارس السنة اللي فاتت، وكل الجامعات وكل المدارس غيرت مدة أسبوع أو أسبوعين، غيرها من تدريس في الصف إلى تدريس أونلاين. وكان في ثلاث حاجات طلعت مهمة منها. أول حاجة إنه التكنولوجيا موجودة وشغالة، يعني مش أحسن تكنولوجيا بس موجودة تكنولوجيا ممكن نقلب من الصف للأونلاين. الحاجة الثانية طلعت إنه الأساتذة كانوا زمان كان دائما في صعوبة مع الأساتذة، يقول لك ما أقدرش أدرس أونلاين أو مش نفس الحاجة إنك تدرس أونلاين بس أون كامبس، بس يعني إلا بالغصب إنه لازم يعملوا أونلاين. طلعوا إنه الأساتذة عملوها نفعوا في التدريس أونلاين، وفي ناس عملوا كويس، في ناس عملوا متوسط، وفي ناس ما عملوش كويس على آخر، بس إنه في دائما تحسن في الموضوع. وثالث حاجة إنه مهما نقول إنه التلاميذ وافقوا إنه على أونلاين، بس حقيقي يعني على آخر نهاية اليوم التلميذ لازم يكون في الصف، مش يكون في البيت انه يذاكر في البيت. اهم حاجه انه يجيب التلاميذ مع بعض. بس المستقبل انه ممكن نعمل يقول لك كومبينيشن، شويه من ده وشويه من ده، انه ممكن يكونوا مع بعض. دي خلاصه التقرير
بالعربي المقصر. شكرا ايمن، يعني عربي ممتاز، وانا سعيد جدا جدا بسمعك تتكلم عربي. ويمكن دلوقتي يعني في البدايه عايز كل واحد من حضراتكم نسمع التجربه بتاعته في جامعته او في مجاله، التجربه ازاي احنا بندرس للطلبه رياده اعمال، ايه التاثير اللي احنا بنوصل له من خلال هذا التدريس، هل في تاثير ولا في ناس بتقول ان رواد الاعمال الناجحين في العالم ما تعلموش رياده الاعمال وهي بالفطره. فيمكن ابدا بالدكتوره سمر، يعني الكويت تدريس او تعليم رياده الاعمال، انت شايفه ايه اللي انتوا بتعملوه كاساليب وايه التاثير اللي انت شايفاه في مجتمع رياده الاعمال عموما، وانا عارف ان انت ليكي نشاط كبير جدا في الخليج عموما. شكرا استاذ احمد. بالنسبه يمكن لظروفنا احنا في الخليج لفتره طويله كنا معتمدين جدا على العمل في القطاع العام، القطاع الحكومي، والقطاع الخاص عندنا في الكويت قطاع محدود جدا. وبعد ذلك مجموعه من الشباب يعني اللي هم اصلا كان عندهم فاميلي بزنس بداوا ان هم يفتحون مشروعات صغيره ويشجعون الموضوع. وبعدها كان هناك دعم حكومي، وكان هناك يعني صندوق ما زال موجود، يعني هدفه هو تمويل المشروعات الصغيرة التي تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية داخل الدولة طبعا. ولذلك يعني مع إنشاء الصندوق بدأت خلينا نقول نهضة تعليم ريادة الأعمال عندنا على مستوى الجامعة، بدأنا قبل المدارس. نفس ما تفضلت، الناس دائما تقول ان رواد الاعمال يعني خذوها بالخبره وبالاكسبيرينس وليس بالتعليم. اعتقد ان دور التعليم هو نحن يعني نخلي المبادر او رائد الاعمال ما راح اقول محصن، الا انه نعطيه نوع من العتاد اللي راح يخلي الرحله بالنسبه له مو سهله لكن اسهل. لأن مثلاً إحنا بإيدنا أن إحنا نعطي بعض الأدوات خاصة في مجالي، في مجال التسويق. هناك الكثير من رواد الأعمال لديهم خلفية بالهندسة أو في العلوم وليس لديهم أي فكرة في عالم الأعمال، فلما إحنا نعطي هذا النوع من التعليم ونعطي بعض المهارات إحنا نقصر عليه المشوار أو ندعم هذا المشوار بالأدوات التي يحتاجها. والحمد لله إحنا يعني عندنا في جامعة الكويت بالذات قطعنا شوط جدا رائع، فمن أهم المواضيع التي نقوم يعني بطرحها، وأعتقد أن هي فتحت آفاق الكثير من الطلبة، موضوع الابتكار والإبداع. فكرة الابتكار طبعا هي بالنسبة لنا كانت شيء أهم. مرة ثانية الاعتمادنا على الحكومة أن دائما هي توفر everything، يعني الحين إحنا يعني نبيهم وهم دائما يبتكرون ويأتون بالأفكار الجديدة، وهذا يعني الصراحة عمل يعني جعل الكويت من المدن في الخليج اللي هي يعني معروفة بالأفكار الإبداعية. فإحنا ركزنا على عملية الإبداع والابتكار، ومن ثم ركزنا أيضا على الأدوات التسويقية الهامة التي يحتاجها رائد الأعمال للقيام بعمله، زائد إعطائهم المهارات لإدارة المشروع من الناحية المالية والإدارية. وهذا شيء أيضا كان مهم وأحدث فارق كبير بالنسبة لرواد الأعمال الشباب، يعني باختصار شديد هذه الرحلة اللي حصلت. شكرا جزيلا دكتورة سمر. يمكن ننتقل لدكتور أشرف. الدكتور أشرف يمكن الجامعة بكافة القاهرة من أوائل الجامعات في المنطقة اللي فعلا كان عندها مركز ريادة أعمال، ويمكن عملت مشاريع أعمال، وكانت من أول الجامعات اللي درست ريادة أعمال. وأنا عارف إن أنت ليك باع وخبرة في المجال، وخصوصا في تدريس الفاميلي بيزنس أو ريادة الأعمال الأسرية لو أنت قلتها صح. تمام، احكي لنا كده من خبرتك الوضع الحالي لتجربتك في الجامعة الأمريكية ايه؟ هي شكرا باشمهندس احمد. هي التجربة دي ابتدت في 2010، وابتدت بكورس اسمه ريادة الأعمال والابتكار، وفيما بعد تطور هذا الى ان تم وضع برنامج أو تركيز أو concentration في مجال ريادة الأعمال، لأن إحنا لقينا أن موضوع ريادة الأعمال غير مقتصر فقط على إنشاء مشروع أو الستارت اب، الموضوع أكبر من كده بكتير جدا.
أنا شخصياً جاي من شركة عائلية، فابتديت أخذ الموضوع بشكل شخصي، فلقينا إن في مواضيع متصلة بإنشاء الشركات، دي نمرة واحد، ده الستارتاب، وده كان اللي هو متسيد الموقف في مصر كلها. لقينا إن في مواضيع متصلة زي طب هتعمل إيه بعد ما الشركة دي تبقى موجودة لمدة 3 سنين. ففكرنا في موضوع ريادة الأعمال للشركات اللي هي already موجودة، هتعمل إيه وإزاي إن هي تحتفظ بالروح الريادية من خلال تغييرات جوه الشركة، وإزاي الروح بتاعتها تفضل موجودة. لقينا كمان إن موضوع الشركات العائلية وكيفية استمرارها إلى أجيال متعددة محتاجة فكر ريادي، فأضفنا مادة اسمها الشركات العائلية، ودي بتتناول، وأنا الحقيقة يعني دي الطفل بتاعي، يعني تتناول الحوكمة وطريقة توريث أو السكسيشن بلانينج، إزاي تخطط لما بعد ذلك، وموضوع الملكية، وكانت مواضيع مثيرة جدا، لأن كان عندنا في الجامعة نسبة كبيرة من الطلبة جايين من شركات عائلية. لقينا كمان إن مواضيع زي الابتكار والتكنولوجيا في غاية الأهمية للطلبة، فلازم يبقوا عارفين عنه حاجات كتير، ويمكن برضو دي كانت حاجة شخصية، لأن لقينا إن الولاد ما بيعرفوش حاجة عن إدارة التكنولوجيا، فكانت محتاجة عمق أكتر في موضوع الابتكار، فحطينا كورس اسمه الابتكار والتكنولوجيا. لقينا كمان موضوع اللي هو الاستراتيجية الرقمية. النهاردة احنا طول الوقت بنتكلم عن موضوع الانتقال الى موضوع الديجيتايزيشن او الرقمنة، طب الولاد دي لما هتطلع هتبقى مجهزة ازاي؟ اخر حاجة كانت يعني سبيشال توبكس. المهم القصة دي تحولت لتركيز وبروجرام، والحقيقة لقت استحسان كثير جدا. طبعا انا هسيب بعد كده يبقى ليك سؤال طريقة التدريس بقى، لان دي حكاية ايه تانية خالص. ده اللي حصل حاليا عندنا في الجامعة، وانا برضو بركز على حتة الشركات العائلية لان في غاية الاهمية. شكرا. شكرا جزيلا دكتور اشرف. دكتور عيسى، يعني يمكن انت ليك خبرة، انت غير التدريس انت قعدت فترة، انا حسب ما قريت في الخبرة بتاعتك قعدت فترة في الولايات المتحدة الامريكية، وكنت بتاخد انا عارف مجموعات من الطلبة يعني يعملوا برامج دراسية مختلفة في الولايات المتحدة، ويمكن في برامج أخرى لنقل خبرات أو يعني معايشة في مجالات مختلفة. فعايزين نعرف برضو تجربة جامعة الإمارات العربية المتحدة في مجال تدريس ريادة الأعمال للطلبة على كافة المستويات، سواء المستوى البكالوريوس أو وبعد كده المستويات الأعلى في ماسترز ودكتوراه وخلافه. انت بس على ميوت كويس. استاذ الفاضل، اول كوهورت لرياده الاعمال في جامعه الامارات بدا في سنه 2009، وطبعا هذا بناء على استراتيجيه دوله الامارات اللي تريد تنمي رياده الاعمال في الدوله. طبعا احنا في الخليج شبه متقاربين في عمليه في طرح الموضوع لرياده الاعمال، وحتى بالنسبه للافراد او الناس، يعني اغلبيتنا ريسك افيرس، اعتقد كل حد ما في حد ما يؤمن بهذا الشيء. موضوع رياده الاعمال جديد جدا، ناس كثير ما عندها فكره. لحد بكره بعض الطلبه يجوني انا في الفصل يقول لي دكتور بكره بعد ما اتخرج وين بشتغل؟ اقول له هذا سؤالك، يو ار ان رونج بزنس، يعني يو ار ان رونج بروفيشن. انت المفروض تخلق الفرص، مش انت يو سيك. إذا أنت تبغي تطلع من البكالوريوس في ريادة الأعمال وتبحث عن عمل، أنت you are in the wrong profession يعني. فطبعاً يستوعبون موضوع أن ريادة الأعمال لازم تخلق يعني startups وتخلق وظائف. فالدولة طبعاً عندنا، أنتوا عندكم فكرة أكيد يعني معروف أن دولة الإمارات الحكومة more entrepreneurial than the market. يعني الحكومة في الريادة بالحكومة تقود القطاع الخاص بشكل رهيب جدا. يعني مسرعات حكومية،
الانكوبيتر government incubators يعني. فهذا خلق عندنا نوع من hostile environment وير ان احنا لازم نواكب الحكومه. الحكومه حتى طرحت استراتيجيه في سنه 2017 اطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد UAE innovation strategy تتمحور حول سبع سيكتورز اللي هي المياه الطاقه الصحه سبع سيكتورز. وطبعا اي وتم توظيف جميع الامكانات في الدوله لدعم الانيشيتيف هذه. عندنا في الجامعه طبعا كما ما تفضلت ان 2009 بدا الاول كوهورت وما وقف الموضوع هناك. ارتأت اداره الجامعه ان this is the الموضوع يعني نظري. ليش ما يكون في عملي؟ لان عندك 14000 شخص 14000 طالب. ال 14000 طالب هذه تخيل ان كل طالب عنده فكره وفايبل وفيزبل what are you going to do with it. تم انشاء منتزه جامعه الامارات للعلوم والابتكار. هذا المنتزه حتى الله يذكره بالخير حتى الاستاذ الدكتور ايمن زار المنتزه هذا الاسابي اذا تذكر ساينس بارك ساينس انوفيشن بارك. هذا المنتزه عنده مانديت كثيره ومن ضمنها الانكوبيتر بزنس انكوبيتر. وطبعا هذا اللي هو كوميرشلايز الايديز هذه احساس انها تطلع على تطلع كستارت ابس. الانكوبيتر هذا عنده اربع بروجرامز اللي هم ايديا تو بروتوتايب برودكت تو ماركت وتشالنج تو فور انوفيشن وريسيرش تو كوميرشلز. وطبعا في قصص جدا ناجحه طلعت من المنتزه هذا. الشيء الثاني عندك على مستوى اذا على مستوى الحكومه دائما حتى في فتره خلال سنتين التشكيل الوزاري الجديد هذا اخر تشكيل اول مره في على مستوى العالم عندنا وزير لرياده الاعمال. فهذا يعطيك يعني انديكيشن ان القياده عندنا جدا مهتمه برياده الاعمال. عندنا طبعا صندوق خليفه صار لفتره طويله وقصص ناجحه جدا وشغال داخل الامارات وبرا الامارات. وعندنا مؤسسه الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. فيعني الايكو سيستم يعني الحمد لله متكامل ومتماسك وطبعا يحتاج دائما تطوير. فاحنا دائما في تطوير معه. شكرا جزيلا دكتور عيسى. يمكن دلوقتي انقل المهندس مجدي. المهندس مجدي يعني يمكن من الناس اللي عندها خبره طويله في مجال قطاع النشاط الصغير والمتوسطه. يمكن مش عايز اقول من امتى يا باشمهندس عشان ما ابانش كبير يعني, بس من احنا يعني بجد المهندس مجدي من الخبرات النادره من الناس اللي فعلا بنعتز بيها من كتر ما هو يعني بنقول ما بيخبيش على حد معلومه. وتلاقيه بيبعت للناس مقالات للقراءه, برامج تدريبيه, برامج تعليميه. والمهندس مجدي يمكن انت اشتغلت في كذا جهه تابعه للامم المتحده زي منظمه العمل الدوليه, وعملت يعني كنت من الخبراء في مشروع كبير بتاع وظائف لائقه لشباب مصر, وحاليا مع برنامج تطوير التعليم الفني والتدريب المهني من الاتحاد الاوروبي. فانت اشتغلت على ليفلز مختلفه, يمكن خريجين علمتهم ريادة أعمال في برامج, يمكن كمان طلبة, ودلوقتي طلبة تعليم فني. أنت شايف يعني التأثير اللي بيحصل من برامج التعليم أو التدريب المختلفة اللي أنت قمت بيها على مجال مشوار طويل, حاجة في تأثير ولا لا؟ مش منسى عامل أميوت بس الأول. شكرا مهندس أحمد على المقدمة الجميلة دي التي لا أستحقها يعني. لكن الإجابة على عامل تأثير ولا مش عامل, هو عامل. ولما نيجي نتكلم زي ما الدكتور أشرف لو كان هيبقى فيه فرصة عن الميثودولوجي أو إيه الفكر اللي استخدم فبيعمل تأثير. لما بنيجي ناخد قطاع زي قطاع التعليم الفني والتدريب المهني, ده مش بس قاصر على
المدارس التعليم الفني او اللي هو الثانوي الصناعي، لا في كليات التكنولوجيه وفي معاهد التكنولوجيه، فيعني هو يشمل بين التعليم العالي والتعليم المتوسط. ما هي القضيه؟ القضيه الاولى احنا هندرس الناس ايه؟ فطبعا مش بالترايل اند ايرور، لكن باللي شفناه لو درستهم بطريقه تقليديه وجبت لهم منهج هياخدوا فيه درس خصوصي عشان يجاوبوا الاسئله وكده. فاحنا وكان في اتفاق مع الوزارات المعنيه، وبصراحه في اكثر من وزير يعني سابق وحالي بيدعموا العمليه دي، ان احنا خليناه ما يطلق عليه منهج لا صفي. انتوا يمكن حضراتكم احنا عندنا مشكله، انا هتكلم في العالم العربي لان انا يعني عملت الشغل في السعوديه والشغل في الكويت مع الهيئه العامه للتطبيق التعليم التطبيقي احنا بنفتكر ان كل واحد يدرس منهج رياده الاعمال او اي يدرسه يعني او يتدرب عليه هو هيطلع صاحب مشروع. احنا خدنا ان رياده الاعمال دي وزي التصنيف بتاع الاتحاد الاوروبي اللي احنا اشتغلنا عليه اللي اتعمل انها تمثل علم من العلوم الانسانيه وبيطلق عليها ايه المهارات الافقيه، ان انت تتحلى بعدد من المهارات. لما بنيجي نتكلم عن رياده الاعمال يطلق عليها مهارات رائد الاعمال، ففيها جزء بيركز على الاتيتيود الشخصيه. يعني لكم ان تتخيلوا لما ابتدينا مع المدرسين نفسهم قالوا انتوا غيرتوا شخصيتنا، والى الان من 2008 الى الان في علاقه معاهم علاقه وديه. هو عرف ازاي ان هو يعمل الايس بريك، عرف يستخدم منهجيات او وسائل جديده في تعليم رياده الاعمال. ويمكن من الحاجات اللي بعتبرها ظريفه او كويسه ان احنا عملنا في سنه 2010 معلش من 10 سنين عملنا اسسمنت بجهه خارجيه على كنترول جروب وفوكس جروب، مجموعه من الطلبه اللي في المعاهد التكنولوجيه او كليات التكنولوجيه واللي في التعليم الفني وتأثير تدريس هذه المادة عليهم، بحيث الأسرة حست بإيه؟ الأسر حسوا بتغير في البيهيفير، المدرس، الولد نفسه. فكون عن نجاح تدريس البرامج فهي ناجحة جدا، بس هو المهم إزاي أو إحنا نعمل الأبروتش الصح. ويمكن يعني مهندس احمد حاولنا نحط انت مش لازم تبقى انتربرينور، تبقى انتربرينور، انت رائد فيما تقوم به من اي عمل، انت رائده فيما تقومي به من عمل ايا كان هذا العمل اللي هو بيتعمل او الشغل اللي انا بشتغل به. ويمكن يعني انا عاوز برضو أدي الشكر لأصحابه يعني ICSB وجن إيجيبت في مجموعة المسابقات اللي هي اتعملت على مدار سنوات طويلة في مصر، طلعت كوادر تقدر أن أنت ويمكن الدكتور أشرف شتا يعني شارك في مرحلة من المراحل دي مع اتفاد أن مدى تأثير تدريس ريادة الأعمال على الولاد اللي هم أولادنا اللي هم الطلبة، على الخريجين، على المدرس نفسه، على الكوميونيتي نفسها. يمكن في حاجات كتيرة بقى عاوزة يعني نتكلم عليها ونشتغل عليها ترجع للإيكو سيستم اللي هو موجود بيك. فإحنا اعتبرنا أن تدريس ريادة الأعمال هو مايند سيت، تغيير الثقافة المصرية. يعني بتكلم على مصر، الثقافة المصرية إن فاتك الميري اتمرد في ترابه،
فيعني دي في الأمثال الدكتور أحمد تيمور باشا كتبها، وإحنا دولة زراعية مائية، بيطلق عليها دولة مائية عشان النهر، وربنا يعني الدنيا دي تبقى أحسن. ثقافة الأنهار بتدي زي ما بتدي عاوزة الملكية الخاصة اللي هي جزء من الريادة، وفي نفس الوقت تطمئن إلى الحكومة، حتى أن الحكومة في مصر كان يطلق عليها في القديم حكومة ضبط النهر أو حكم النهر، يعني زي ما جه في كتب الدكتور أو الأجزاء الجزء الأول بتاع الدكتور جمال حمدان. فالتأثير إيجابي، العمل اكتمل، لا لم يكتمل، قدامنا كتير قوي، ويمكن لو في وقت عشان نتكلم عن الفيوتشر فيجن ممكن هبقى نتكلم عليها، ولما يعني لما تيجي التشانس هتكلم عن الميثودولوجي اللي هي الجزء اللي احنا اشتغلنا فيه. شكرا مهندس، شكرا. شكرا بشمهندس مجدي جدا جدا. عدنان، انت عندك يعني تجربه انك شفت الجانبين، يعني يمكن انت متعلم في تونس ودلوقتي بتدرس رياده اعمال ومدير يمكن مركز رياده الاعمال في جامعه ايباج في باريس، فانت من خبرتك يعني مش عايز اقول قلنا الفرق، بس قلنا ايه احسن الامثله والنماذج اللي انت شايفها في النموذج الفرنسي لتعليم رياده الاعمال. انت على ميوت يا عدنان. شكرا استاذ احمد. خلينا نتكلم شويه على الانتربرونيال ايكوسيستم في فرنسا. انتم تعرفوا البريزيدنت اوف فرانس ايمانويل ماكرون حب يرجع فرنسا ستارت اب نيشن، اوكي، وتوا شنو اللي صاير في فرنسا؟ يعني البريزيدنت يحب يولي يرجع فرنسا ويعطيها الامكانيات باش تكون ستارت اب نيشن ريلي. دونك فرنسا ولات تو عملت ايكو سيستم، انتربرونال ايكو سيستم، حطت الامكانيات الماديه الانسانيه باش توصل للشيء هذا. فما 3 بيلر او سي في المشروع هذا نتاع فرنسا. فما الادوكيشن، يعني التدريس في الجامعات في المدارس في فرنسا يدرسوا ريادة الأعمال من العمر نتاع 12 سنة. علاش؟ خاطر فهموا حاجة اللي هي كي تكون جيل جديد على ريادة الأعمال، طبعا وقت اللي باش يكبر الجيل هذاك باش يولي عادي باش يعمل ريادة الأعمال، عادي باش يفتح الشركات، عادي باش يولي سيريال انتربرونور. وفهموا حاجة أخرى، إلا ريادة الأعمال حلو باش تحكي على ريادة الأعمال، مش سهل باش تحكي على ريادة الأعمال، من الصعب باش تعمل ريادة الأعمال. شو معناه؟ يزمك تضع إمكانيات مالية وإنسانية كبيرة برشا. واحد من أكبر انكوبيتر في العالم هو ستاسيون اف. ستاسيون اف أكبر انكوبيتر في العالم، موجود في باريس. في وسط ستاسيون اف باش تلقى فيسبوك، باش تلقى انستغرام، باش تلقى أبل، باش تلقى جوجل، كل الشركات الكبرى حطت في ستاسيون اف امكانيات ألسو باش تشجع على ريادة الاعمال. شوريك اللي معناها فرنسا حطت استراتيجيه ماكرو في فرنسا الكل باش ترجع تحط هذه الحكايه نتاع ريادة الاعمال. وفي وسط ستاسيون اف حطوا ألسو تعليم ريادة الاعمال، و اسمه برنامج قومي اسمه بيبيت. شو معناه بيبيت؟
يعني بالعربية اللؤلؤة، حاجة كما اللؤلؤة. والبرنامج هذا شي يحبوا يعملوا، يجيبوا الأتلامذة والطلبة من الجامعات الفرنسية الكل، ويجيبهم أحسن وحيد، أحسن طلبة، أحسن مشاريع، ويحطهم في البرامج متاع ريادة الأعمال متاع الشركات الكبرى. مثلا أنا عندي برنامج، مثلا تلميذ عنده برنامج حلو، فكرة حلوة في مثلا نعرفش أنا الفينتك ولا في الديجيتال ولا في الإدوكيشن وإلا في الأجريكالتشر، شوش نعمل أنا؟ نجيبه في البرنامج هذا متاع بيبيت في ستاسيون اف، ونحطه مع أحسن مدربين مع الاكسبيرينس مع برشا حاجات باش يتعلم ويتقوى. وهذا مش معناها الحاجة الوحيدة اللي مش نلقاها في ستاسيون اف. مثلا في ستاسيون اف مثلا مش تلقى برشا 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 كابيتال فلوس. شو معناها الحكاية دي؟ سي بيكوز فهموا زادة في فرنسا إلا من غير فلوس ما تنجم تعمل حتى شيء. الفلوس هي لو كابيتال، أن الكابيتال هو اللي باش يخلي ريادة الأعمال تطلع ألسو. خاطر تنجم يكون عندك برشا أفكار حلوة وما عندكش الإمكانيات ما تنجم تعمل حتى شيء، وهذا يخلي فرنسا تعطي برشا إمكانيات بحكاية الريسورسز الماني. هذاك علاش باش تلقى برشا بنوك أوف إنفستمنت كيما بي بي اي، اتس بنك فرنسي متخصص في ريادة الأعمال، ونلقاو مثلا برشا بزنس انجل كابيتال ريسك اكسترا اكسترا. وهذا الكل خلى الايكو سيستم في فرنسا يكبر ويكبر ويكبر ويكبر. ونحن نراو فيه زاد في الكليات والجامعات فما اميزنج افورت باش يحطوا الامكانيات باش نحطوا البرامج نتاع التكوين. نعطيكم حاجه بسيطه، مثلا في الجامعات الفرنسيه تو ولا فما في كل جامعه، نقول في كل جامعه، في كل جامعه في فرنسا حكوميه ولا خاصه فما برامج نتاع اراده اعمال. كل جامعه تلقى فيها برنامج نتاع اراده اعمال. وشنو يصير؟ فما متخصصين في رد أعمال كما مثلا الأستاذ مجدي معنا إكسبرينس كبيرة برشا، ويجيبهم يحطهم في البرامج هذوما، وفهموا لا فما ترانسفير اوف كومبيتنسيز سكيلز. وهذا ما نجم يكون كان مع الأجيال القديمة، والأجيال هذه باش تعطي الحاجة الحلوة للأجيال الجديدة، الباشن موتيفيشن ايديا اكسترا اكسترا. هذا يخلي الإيكو سيستم في فرنسا يكون معناه يمشي ويتقدم، إمكانيات كبيرة، فما برشة، فما نيو جينيريشن تحب إرادة الأعمال. ما تنساش زاد ريادة الأعمال راهو كما قال أستاذ أشرف، أنا completely agree with you، it's a state of mind، يعني معناها فكر. قبل ما يكون إرادة أعمال، قبل ما يكون نحل شركة جديدة، هو طريقة متاع تخمام متاع فكر. نجم نكون entrepreneur but نجم نكون مانيش باش نحل شركة جديدة، نجم نكون entrepreneur في الشركة نخدم فيها، نجم نكون entrepreneur في حياتي، نجم نكون entrepreneur في برامج قدامي متاع ملعشنا association NGO etc. هذاك علاش معناه هو ستان state of mind. وفي فرنسا قاعدة تتبدل العقلية في فرنسا، وما نعرفش كان تعرفوا في فرنسا فما نقول البوان، نحن الوزن متاع التاريخ في فرنسا برشا، معناها الانستيتيوشن الجوفرمنت العباد تحب تخدم، معناها الشركات كبيرة تحب تخدم للإدارة، من أكبر الإدارات في العالم هي الإدارة الفرنسية، فهمت؟ وتو تبدل الفكر، ولو الأجيال الجديدة ما عادش تحب تخدم في الإدارة، الأجيال الجديدة ما عادش تحب تخدم للعباد الأخرين، ولات الأجيال الجديدة تحب تخدم لنفسها. علاش؟ خاطر الموتيفيشن is different. مثلا عندك برشا جيل صغير ولا يخمم في مثلا
ecological problem. برشا أجيال جديدة ولات تخمم في باش تعاون العباد. برشا أجيال جديدة ولات ماش تخمم باش تعمل برشا فلوس. تحب تعاون. السوشيال. هذاك عليه الفكرة تبدل وهذاك عليه فما طريقة جديدة متاع تفكير. فما طريقة جديدة متاع تعامل مع الإرادة إدارة الأعمال. وهذاك علاش زاد ستارت اب نيشن فرنسا قاعد ياخو في 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 مكانه كبيره برشا. وهاكم تراو زاد مثلا ماكرون البريزيدنت يتحول كان للحاجات هذيه نتاع ستارت اب، يحب يشوف الستارت اب، يعاون بالبرامج الجديده بالحوافز. وانتم ما تعرفوا لا بالكوفيد مثلا صارت مشاكل كبرى في فرنسا، خاطر في فرنسا اكثريه الشركات هما ام اس ام اي، شركات صغرى ستارت اب وشركات صغرى. وماكرون عاون برشا 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 الشركات هذه ستارت اب باش يقعدوا. علاش؟ خاطر عنده الفيجن ميدل لونج تيرم، ويحب ستارت اب نيشن تكون موجوده ايفن فما الكوفيد ايفن بوست كوفيد. يحب على ستارت اب نيشن، وهذا البرنامج نتاعو معناه في ماكرون. سألتني احمد عثمان اف معناه تونس شنو الحاجه الباهيه وشنو الخايبه. في فرنسا فما برشا توانسه، ها هو الحاجه الباهيه هذه الحاجة الأولى. أما الحاجة الباهية زادة هي ما تنساش معناها تونس تاريخيا معناها فما صلة مع فرنسا. والتخمام الكل اللي مش تلقاه في تونس متاع ريادة الأعمال، خاصة في مجال الاي تي، في خاصة في أعمال توسكي ديجيتال، في الارتيفيشال انتليجنس، في الانجينيرينج، تونس قوية برشا في الحكاية هذه. نحن في التاريخ بورقيبة قال في تونس ما ثم لا بترول لا غاز لا معناش طاقات طبيعيه، معنا حتى شيء في تونس، عندنا كان المخ. الانفستمنت الكل اللي عملوا بورقيبه رحمه الله عملوا في المخ، في الدراسه، امكانيات في الدراسه. وش خلى تونس ولات من اكبر المستوردين في الماده كيف يقولوا في الطاقات، في الانجينيرنج، في الأساتذة، البروفيسور، الدكاترة، في برشا حاجات تابعة يعني الدراسة. وذاك علاش في تونس التخمام متاع ستارت اب بدا فيسا فيسا. في تونس فما زاد مشكلة كبيرة انتم ما تعرفها، معناها مانيش باش نزيد حاجة كبيرة. فما 10 سنين صارت التونيزيان ريفولوشن، الربيع العربي، اللي هو عمره ولا كان ربيع عربي، خاطر وخر بتونس التالي. وقت اللي كنا في البداية نهاية التسعينات 2000-2010 تونس وصلت مرحلة متاع معناها من أول بلدان اللي ضربت باش تولي فما برشا برشا إدارة أعمال وإرادة أعمال. وعنا برامج في تونس توجدوا من بداية 2000-2001-2002، معناها وريك في الوطن العربي تونس كانت متقدمة برشا في إرادة الأعمال. وفما حتى بونوك اتعملت في اخر في اوائل 2000 متخصصه في اداره الاعمال. ومشينا ابعد من كيكا في تونس، فماش نعمل نسميوه الشباك الموحد اللي هو موجود من بدايه 2000، شجع برشا مش ما نكذبش عليك الاجيال. لكن فما مشكل كبيره نحن نلاقيوه في مش في كل البلدان العربيه، ما في معظمها، الا هو الكوربشن. دونك فما برشا أجيال عندها برشا معناها أفكار، لمكن في باش ياخذوا الماني باش يديفلوبي مثلا البروجكت اوف انجينيرينغ ولا اي تي، معناها حاشنا برشا فلوس باش يخدمها. وانت تعرف في تونس معناها ما فماش برشا فلوس. دونك وقت اللي تحب تاخذ مثلا اموال باش تحل الشركات، فما برشا ديزانترميديير يجيو ويقول لك بون تعطيني شويه فلوس باش نعطيك انا الاموال نتاع المشروع، تعطيني 30% باش نعدي لك 70%. هذا الواقع الموجود، فهمت؟ تو تبدلت الافكار. في تونس فما مثلا كراود فاندينغ، في تونس فما مثلا برشا بزنس انجل، فما شركات، فما مسابقات، فما برشا انتربرونور. باش نعطيك انا فكره مثلا، فما ستارت اب في تونس حلت على توسكي بيولوجي موليكولير اتمين توسكي اغريكالتشر اكسترا، ان they don't get the finance، ما خذوش الاموال من تونس، مشاو خذوها من نيس، من بزنس انجل اند سوسيتي كابيتال ريسك من نيس، 30 مليون دولار انفستمنت.
مش وليك زاد معناها نحبوا ولا نكرهوا فما مشكله معناها تاع تمويل، فما مشكله تاع امكانيات، وانا براغماتيك برشا ونقول زاد الحمد لله في الوطن العربي عندنا برشا افكار، عندنا جيل ممتاز جدا، وعندنا زاد الاكسبيرينس كيما الاستاذ مجدي وهبه نحييه، وكيما الاستاذ عيسى اشرف اند احمد اند اوف كورس سمر. شكرا، سمحني نحكي برشا تونسي على الغلب. لا شكرا كثير عدنان يعني على المعلومات والعرض على يعني الايكو سيستم في فرنسا وكمان الموضوع في تونس. يمكن بس انا عايز اقول للساده الحضور اللي معانا ان يعني لو حد عنده اي اسئله عندنا طريقتين للاسئله، الشات بوكس موجود والكي اند اي موجود، هنبص على الاثنين وقت ما نكون خلصنا. هناخد جوله ثانيه من الاسئله، يمكن هبدا يمكن مع دكتور اشرف. دكتور اشرف، طرق التدريس طبعا فيها تغيير وتطور كبير جدا، الطالب ما بقاش معتاد على الطريقه التقليديه بتاعه التلقين لو قلناها بشكل كبير، ويمكن كمان الحاجه الاساسيه دلوقتي في تعليم رياده الاعمال هو التطبيق العملي. النهارده ايه يعني من خبرتك ومن التجارب اللي بتعملوها في الاي يو سي او الجامعه الامريكيه، ايه اللي انت شايفه متغير او بيتغير في طرق تدريس رياده الاعمال عموما او المواد المحيطه بيه؟ طيب شكرا باشمهندس احمد، انا هتكلم على اللي بيحصل عندنا احنا في الجامعه، وده برضو عرضه للاختلاف من استاذ لاستاذ، فانا هعترض على جزئيه التدريس. الاول هو ما بقاش تدريس، هو بقى دور الشخص اللي موجود في الفصل هو ميسر، ما هواش مدرس، ما هواش انستراكتور. فبالتالي اشرف لما بيخش الفصل كقاعده هو دوره لا يتعدى 30% او 40% من وقت الفصل، الباقي بيتحول لطريقة احنا بنقول عليها adult learning او تعليم البالغين، او بنقول عليها experiential learning او التعلم بالتجربة، لانك انت الهدف بتاعك مش بس في مادة ريادة الاعمال بس، في جميع المواد، انك انت تطور التفكير النقدي بتاع الشخص. بامانة يعني انا كان معروض عليا النهاردة تريننج بروجرام كده، فبقول لها واحدة بتوريني الاوتلاين، فبقول لها طب ما انا اجيبه من النت، يعني انا اخش على النت هدوس كذا كذا وهجيبه من النت، شكرا تعلمت ريادة اعمال او تعلمت اي حاجة مش ريادة اعمال فقط. يعني انت بتحاول زي ما قلنا من الاول مع عدنان وبقية الزملاء انك تفكر بعقلية ريادية، دي واحد، انك تطور السلوك الريادي، لانك انت لازم في سلوك هيحصل بعد كده، انت بتسيب الشخص ده وهتمشي، ممكن يتخرج ويمشي وما يشوفكش تاني، فانت دورك اثناء الجامعه فاسيليتيتور او ميسر، دورك بعد الجامعه ما بينتهيش، لانك انت هتشتغل معاه منتور او كوتش، يعني هتعمل له كوتشنج او تدريب او بشكل أو آخر. العلاقة لازم ما بين المؤثر أو الأستاذ اللي موجود والطالب بتاعه ما تنقطعش، دي حاجة. الحاجة التانية، الولاد لما النهاردة بتشتغل في مادة زي ريادة الأعمال، المادة دي مش نظرية نهائي وإلا هتبقى كارثة، لازم تبقى ستوري، قصة. يعني أنا بتكلم عن نفسي، ممكن حد تاني يقول، لازم يبقى عندك قصة بتحكيها. فاتحولت عندنا أو بالنسبة لي أنا في جميع المواد مش دي بس، إن أنا ببقى مركز قوي على دراسات الحال كيس ستاديز، ودي فيها يعني فقر شديد في العالم العربي. يعني أنا ما ببص على السي في بتاعي بلاقي 41 كيس ستاد، طب ليه مش مركز في الريسيرش أو في البحث؟ أنا practical oriented، أشرف كده، ده دماغي أنا، ممكن أكون مخطئ، فأنا عايز أدخل حاجة فيها دراسات إيه؟ حالة، تمام؟ طيب دراسة الحالة دي عن شركة عيسى، شركة سمر، شركة أيمن، فالولاد بيبتدوا يحبوا الموضوع، فابتدينا نركز على تحليل الدراسات كيس أناليسيس، ومنه يقدر يتعلم يكتب إيه؟ كيس. فبقى لينا في الجامعة
كيس ستاديز كتيرة جدا مكتوبة، وبالذات يمكن عدنان يحب الموضوع ده في مجال الشركات العائلية اللي أنا my favorite سليم، وخدنا فيها Global Awards EFMD Award و Emerald Award، يعني كانت حاجة لطيفة. الولاد كده بتتعلم، لو أنت دخلت وديته حاجات theories which is needed by the way، دي حاجة مطلوبة، بس خليها ليك أنت كواحد دكتور، ممكن تديهم حاجات بسيطة، وخلال ذلك بقى بيجي لهم أحمد عثمان يكلمهم شوية، بنقلق discussion in class. لازم يبقى الكورس ده عبارة عن قصة ورحلة لازم هم يعيشوها معايا، احنا بنعيش رحلة مع بعض، احنا ما بنعيش كورس مع بعض، ويبقى فيه ديبيتس، يبقى فيه نقاشات وفيه حوارات وخلافه، وإلا القصة هتنتهي بمشكلة. اللي بيضيف للحتة دي يمكن يا أحمد، ودي my last comment، إن الدكتور أو الميسر عشان يعني أو الشخص اللي بيقوم الليلة دي لازم يبقى إلى حد كبير هو عنده خبرة عملية، هو عاش القصة دي، فهو بنقول عليها I have a story to tell، أنا عندي قصة أحكيها. لو أنا بتكلم هرجع تاني بقصة الفاميلي بيزنس أو الشركات العائلية أو ريادة الأعمال، طب ما أنا هحكي حكاية، طب ما أنا حصل لي في الموضوع ده كذا، ويا جماعة ما فيش سلايدز، يعني السلايدز الباوربوينت بريزنتيشن دي لازم يتحط وندور حواليها حوار، قللها على قد ما تقدر، يعني ما دور حواليها حوار وابتدي اتكلم ايه اللي ممكن نقوله، واكتب معايا قصة ونعيش القصة دي مع بعض. انا بدي ان بريف طبعا، في ريفلكشنز انعكاسات وزيارات بتجينا من جيست سبيكرز كتيرة، ويبتدي يحصل عند الولاد دولت نوع من الالهام انه ده انا عايز اعمل القصة دي. انما لو انت جبتها له نظرية، اعمل بيزنس بلان مثلا، اعمل خطة ايه بيزنس، بأمانة يعني انا افضلت انا عملت القصص دي قبل كده زمان، واسف اثبتت معايا الى حد ما ان هي مطلوبة، ممكن في مرحلة تانية بس مش في المرحلة دي، و it is necessary but not sufficient، يعني هي مطلوبة بس مش ايه مش كافية. ركز على دراسات الحالة، وان يبقى فيه نوع من الايه من التواصل والديبيت، وحول الكلاس، لازم يتحول الكلاس لإيه؟ لخلية عمل. دخلهم اللي نفعنا أخيرا، دي آخر نقطة هقولها في زوم، موضوع الجروبس، إنك بتدخل بريك أوت رومز، في عندك خاصية على زوم إنك ممكن تدخل مجموعة يخشوا يتناقشوا، وبعدين اطلعوا لي وخش عليهم ويخشوا نتكلم مع بعض، نطلع بنتيجة. الحوار هو اللي بيخلق الإيه؟ التفكير النقدي والمتعة، بحيث ما تبقاش بس حاجة ريجيد. أنا بقول في عجالة يعني، ويمكن في حاجة في التقرير الأخير بتاع الـ ICSB متصلة بشرح كامل لمنهج Corporate Entrepreneurship أو ريادة الأعمال للشركات. شكرا يا باشمهندس. شكرا دكتور أشرف، أنا شكلي أعملك حلقة لوحدك كده. لا براحتك. طيب يمكن ننقل دلوقتي لدكتور عيسى. دكتور عيسى، الإمارات دولة ريادية، عارفين كده كويس، الإمارات يمكن دايماً تسبق كل العالم في تفكير مبتكر، الحكومة تشتغل إزاي، وزارات مختلفة، يعني شفنا زي ما حضرتك قلت وزارة ريادة أعمال مشروعات صغيرة، شفنا قبل كده وزارة في الذكاء الاصطناعي، شفنا تروع للفضاء، بنشوف أبحاث في مجالات مهمة زي أبحاث تكنولوجيا المياه ومستقبلها وحاجات كده. كجامعة، كمؤسسة تعليمية في وسط هذا الزخم وهذه الدولة المبادرة، بتشوف ازاي التأثير على الخريج؟ يعني هل الخريج النهاردة خارج من عندك من الجامعة عايز يشتغل في الحكومة، ولا عايز زي ما دكتورة سمر قالت يشتغل في القطاع الخاص في الفاميلي بيزنس، ولا عايز يعمل حاجة جديدة يبادر بشيء جديد؟ التأثير شايفه ازاي دكتور عيسى؟ التأثير إيجابي جدا، بالعكس عندنا احنا under pressure، يعني تشوف تقاريرنا كلها تروح، نحن جامعة حكومية طبعا، إذا سمحتوا لي، جامعة حكومية صار لها أكثر عن ما سمي نص أقل عن 50 سنة، فجامعة حكومية وجامعة الأم، فالثقل كبير من الجامعة للحكومة، استراتيجية الجامعة تتمحور في جامعة الإمارات، وطبعا خريجي الجامعة الحكومة تتابعهم بشكل كلوزلي، يعني مخرجاتهم وظائفهم
وين رايحين، حتى انطباعهم. دائما السيرفيس جاي حتى من الحكومه، مكتب حتى مكتب صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ محمد، يعني نحن متابعين بشكل ما تتصور، نحن بالذات جامعه الامارات. فالتاثير تاثير ايجابي، والطلبه بالعكس يعني عندنا اكتيفيتيز موجوده في الجامعه يعني تصب في كل هذه المحاور اللي تفضل فيها. فطبعا في فئه اوريدي عارفه عندها اوريدي مرتبه حالها، تعرف هذا موجود في كل مكان، في فئه مرتبه حالها وعارف الجوب اوريدي موجود، وفي الفئه اللي هي seeking for new opportunities. وطبعا الستاتس كو مش زي هو نفس اللي كان قبل. الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحكومه عندنا بدات تخلق سيكتورز جديده ما كانت موجوده، وهاي السيكتورز نيد تو بي فيلد باي يو اي ناشونالز. واليو اي ناشونالز دي ار يعني ما اذكر لك انا جامعه الامارات، كل الجامعات اللي في الدوله في تنافس شديد جدا عندنا، جامعات اماراتيه وجامعات غير اماراتيه. فتخيل كل حد حتى في عمليه استقطاب الطلبه في تنافس شديد جدا، ممكن يسجل عندك اليوم ويحصل تليفون من جامعه ثانيه منافسه ويروح عندهم. فكل حد عندنا يعني شغال على 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 طلبته، وطبعا وكل حد قلت لك شرط ما قلت ما تفضلت، الطلبه جدا جدا مستعدين وعندنا كفاءات كثيره. اغلب الوزراء واللي ماسكين مناصب عليا في الجامعه في دوله الامارات اغلبيتهم من جامعه الامارات، خريجي جامعه الامارات، من سفراء وزراء وكلاء وزارات من جامعه الامارات. سبحان الله، يعني حتى الناس تقول لك شو 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 السبب، شو السبب في هذا؟ لان جامعه الامارات يعني تبذل جهد جدا كبير في توصيل المعلومه للطلبه وتأهلهم حق سوق العمل. شكرا جزيلا دكتور عيسى. دكتورة سمر، يمكن دكتور أشرف من شوية ودكتور عيسى اتكلموا عن الجامعات وازاي بتجد الطلبة، دكتور أشرف اتكلم عن طريقة التدريس وازاي الموضوع مختلف. أنا عارف دكتورة أن أنت علاقتك بالطلبة علاقة أخوة وصداقة، لو أقدر أقول يعني عموما كل خريجي الكورسز المختلفة اللي أنت بتدرسيها بيحسوش أنك أستاذتهم، يعني لو أقدر أقول كده. أنت شايفة العلاقة الإنسانية دي بتأثر عليهم تأثير إيجابي في الخطوات اللي بياخدوها من بعد التدريس؟ يمكن الدكتور أشرف كان ذكر طرق التدريس، أنا مش متخيل أن في آخر مثلا كورس واحد يقعد يجاوب على امتحان عرف ما هي ريادة الأعمال مثلا، يعني النمط ده متهيألي خلاص أوبسوليت انتهى. فدلوقتي هي العملية عملية experiences case studies أو حالات زي ما الدكتور أشرف قال، عملية احتكاك في على مستويات الجامعات المختلفة في الدولة واحدة، بس برضو في البيرسونال تاتش يعني اللمسة الشخصية. فاحكي لنا كده دكتور عن يعني الموضوع ده بالنسبة لك كأستاذة بتدرسي في مجال ريادة الأعمال والتسويق وخلافه، وفي نفس الوقت تأثيره ونماذج شايفها ناجحة خرجت من الجامعة عندك في الكويت. أوكي، أولاً أحب يعني أقول حق دكتور عيسى من معجبين جداً في توجه الحكومة الإماراتي، ودائماً يعني إحنا جيرانكم بس يعني صراحة أنتم جداً ملهمين في هذا المجال، فأحب أشكركم على الإلهام. دكتور أشرف يعني أنت جيت في موضوع جداً حساس وهو طرق التدريس وطرق الكوميونيكيشن مع الطلبة. أنا في كليتنا يمكن يسموني أنا المتمردة على الحياة الأكاديمية، لأن أنا دائماً أقول لهم أنا يعني يطلقون علي أني شخص أكاديمي بس أنا ما لي علاقة بالكثيرة يعني بالحياة الأكاديمية النمطية أو الفريم أو الإطار اللي هم حاطين فيه الأستاذ الجامعي. يعني أحب دائماً أني أكون متمردة على الأفكار هذه، وقد يكون هذا النوع من التمرد قربني أكثر مع الطلبة نفس ما تفضلت. العلاقة الإنسانية والحمد لله بسبب يعني تمردي المبكر فأنا خرجت أكثر للعمل
كمستشار في أكثر من مكان، فهذا أكسبني نوع من الخبرة ويعني صقل مهاراتي حتى عندما أتكلم عن ريادة الأعمال، وهذا شيء أنا عاصرته وعشت معاه as a consultant مع الكلاينتس اللي عندي، أو يعني يسمونهم الكلاينتس مو الزبون، أي الزبون اللي عندي يعني. فلذلك الطلبة أعتقد أعطاني الفرصة أن أنا أكون لهم كوتش أكثر أو منتور أكثر، فجعلهم يتقبلون الطرق الحديثة في التدريس. يعني أنا دائماً مثلاً أقول مثل ما الجامعات، وأتمنى مثلاً أن جامعتنا الحكومية invest أكثر أو تستثمر أكثر في تطوير مهارات المعلم أيضاً، أو الشخص أو الفاسيليتيتر، أو شلون تنقل من معلم إلى فاسيليتيتر ميسر نفس ما قال دكتور أشرف. إحنا نحتاج الموضوع هذا، إذا أنت شخص تحتاج أنك تدرب نفسك راح تتدرب وتفهم كيف تنقل نفسك من التعليم النمطي القديم اللي إحنا تعلمنا فيه إلى طريقة الحديثة. يعني أنا حتى الحين كل أقول لهم أنا أصبحت performer، صرت كأني مؤدي، يعني أنا واقفة على ستيج وطول الوقت البادي لانجوج، وأروح وعلي صوتي شوية ونزل صوتي شوية، وين تو بوز، ومتى خليهم يفكرون، ومتى يعني. ففي حتى بالنسبة حق الشخص اللي قاعد ينقل لهم المعلومات أو يتحاور معهم، محتاج إلى تطوير لمهاراته في إيصال المعلومة. العلاقة الإنسانية مهمة جدا، وأنا أعتبر دائما أن الطلبة هم حمايتنا في المستقبل، مع مجهودهم مع عملهم مع إنجازاتهم. أنا عارفة لما أكبر رح يكون في عندي حياة زينة كريمة، لأن هم القادة للمستقبل، هم سيأخذون المفروض إلى حياة أفضل. فأنا أحب دايماً أعطيهم المسؤولية هذه وأقول لهم لازم تشتغلون على نفسكم، لازم ما تقيدون نفسكم فقط في المحيط مالنا، عشان أنتوا رح تقودون. أنا لما أكبر إذا أنتوا حابيني وتعزوني كأخت كأم care for me، يعني أنا في يوم من الأيام رح أكبر أنا ما رح أقدر أسوي شيء، أنتوا الأمل للمستقبل. وهذا يعطيهم على فكرة بوست حلو، يحسون بالأهمية ويكون في نوع من الـ empowerment. بس أنا أحب أذكر والله شيء، أنا هكون جدا صريحة، يعني أنا أمل إن مجال ريادة الأعمال في بلدي يأخذ منحى مختلف عما هو عليه الآن. المشروعات الصغيرة حاليا التي تقام صاحبها كويتي، يمكن واحد أو اثنين يكونون يشتغلون داخل المشروع هذا، لكن هناك اعتماد كبير على عمالة أخرى، وذلك لأن عادة رائد الأعمال غير قادر على تحمل أنه هو يعطي الراتب أو المعاش الشهري حق شخص كويتي، لأن الرواتب عالية في رقم معين ما يقدر عليه، فيضطر أنه هو يوظف عمالة من جنسيات أخرى. وهذا بالنسبة لي لا يحل المشكلة الاقتصادية، لأن أنا عشان أكون رائد أعمال أخدم اقتصاد بلدي، أنا لازم أني أوفر فرص عمل كثيرة حق أبناء بلدي، يعني I have to put food on the table، أفتح بيوت يعني. وهذا الشيء للأسف يعني لا يحدث كثيراً، لأنه مو كل المشاريع تستطيع أن هي توظف ابن البلد، فتضطر أن هي توظف الجنسيات الأخرى يعني لها سقف معين من الراتب الشهري. فيعني أتمنى أن يكون في دعم أكبر وتحفيز أكثر للشباب إذا أرادوا أنهم يعملون ويوفرون فرص عمل لشباب آخرين، لأن الوضع الحالي لا أعتقد أنه رح يكون مثمر جداً أن يكون في عندنا مصادر أخرى للدخل واقتصاد يعني فرش. وأنا مو قادر أقول يعني هاي معلومة الكثير يتكلم فيها، أن إحنا محتاجين نوع آخر من الدعم ونوع آخر من الإلهام للشباب ورواد الأعمال، والنماذج العربية اللي يشوفونها أكيد راح يعني تعطيهم الدفعة أنهم يغيرون طريقة تفكيرهم، بدل ما أفتح مطعم أو أفتح كذا و 90% يكونون عمالة آسيوية، لا يعني قلل العمالة بس خلهم من أبناء البلد عشان فعلا تدعم اقتصادك. شكرا جزيلا دكتورة سمر. دكتور أيمن طربيشي، أنت موجود ولا رحت فين؟
لا لا انا موجود، رحت جبت الشاي ورجعت بس موجود. طيب اوكي دكتور ايمن، انت من الناس اللي درست يعني بتدرس رياده اعمال في امريكا في جورج واشنطن، ويعني جيت كتير الشرق الاوسط والعالم العربي عموما، وعملت يعني محاضرات ودرست كورسز مختلفه. ان يمكن اللي اتقال من شويه ان رياده اعمال هي يعني سلوك، بيهيفير يعني سلوك، انت شايف يعني التعليم اللي في امريكا ده بيوصل للنتائج؟ ان طبعا انت شايف ان يعني امريكا دوله فيها حاجات كتير رياديه وشركات ناشئه كتير في مجال التكنولوجيا ومجالات اخرى، يعني ايه من اللي انت اتعلمته عندك او بتعلمه كمان نقدر احنا في العالم العربي نستفيد منه ونتعلم؟ يعني ايه الفرق، ايه الفروق اولا، وثانيا ازاي احنا نقدر نستفيد من ان انت راجل بتدرس ريادة اعمال ومشروعات صغيره في واشنطن، او ازاي نقدر نستفيد من الموضوع ده؟ اوكي شكرا على السؤال. يعني لو انا اقول لك قول من 10 سنين فاتوا، من 2010 تسألني، لو سألتني السؤال إيه الفرق بين أمريكا ومصر والإمارات والكويت، أقول لك الفرق كبير. طريقة التدريس الـ entrepreneurship و small business ده بقول لك فرق كتير كتير كبير قوي قوي قوي. ده من 10 سنين فاتوا. لو سألتني السؤال النهاردة بقول لك ما فيش فرق بين التدريس في الكويت والإمارات ومصر وكل الدول العربية، وهنا ما فيش فرق على آخر. يمكن حتى في دول الخليج ودول في مصر يمكن تلاميذ بيحبوا التوبيك أكتر، عندهم more passion. بس الفرق اللي أنا بشوفه النهاردة على ثلاث حاجات. أول فرق إنه هنا في أمريكا متأخرين، بس يعني لسه أقدم من الدول العربية، هو التدريب على الـ women entrepreneurship. لسه الفرق كبير قوي بين women entrepreneurship في أمريكا وفي الدول العربية، ودي حاجة هتأخرنا أكتر لو ما عملناش أكتر مجال مع الـ women entrepreneurship. ده number one. Number two، في أمريكا بالذات بدأوا يغيروا أسلوب التعليم الـ entrepreneurship. الأول إنك تيجي تدخل الجامعة هنا وتأخذ سنتين عشان تتعلم management أو MBA، وبعدين تأخذ entrepreneurship. دلوقتي التعليم هنا يقول لك 12 شهر، 9 أشهر ممكن تاخد ماسترز في entrepreneurship. بدأوا يستعجلوا التعليم على entrepreneurship. الفوكس very short و very fast. ويمكن ده حاجة innovation في الدول العربية لازم يفكروا فيها، انك بدل ما تقعد سنتين في الجامعة او ده تقول لك 9 أشهر ممكن تاخد ماسترز في entrepreneurship. ده number two. Number three، تكلمنا كتير على اسلوب الeducation، انك تبقى شوية بيسموها art of teaching. يعني هل انت ممثل، هل انت مدرس، هل انت زي ما انت عايز تقول. بس ما افتكر التكنولوجيا والحاجات دي هتعمل ليفلينج اوت، بس التفكير التعليم مختلف. هنا في امريكا مش التعليم بتاعت على الحاجات ايدياز بيجر ايدياز. يعني انا يعني بيقول لك مش تروح تعمل لي اوبن بيك شوب وكوكي شوب وكل الكلام الصغير اللي بيعملوه ده. لا، بيقول لك how to get into artificial intelligence, how do we get into digital healthcare. حاجات كبيره يعني لسه حتى الناس مش فاهمينها ايه هي، بس بداوا يتكلموا عليها هنا اهو. وده فكرة التعليم لازم ممكن يدخل على المجال ده بالذات. واخر حاجه واهم حاجه في كل الموضوع ده، انه الاساتذه اللي بيعلموا في الدول العربيه وده لازم لهم مش يعلدوا، لازم يعملوا original ways of teaching. هما ييجي هنا ياخدوا حاجات بتاعة التعليم الأمريكي وياخدوها يعملوها هناك، يقول لك ده الـ number one way. ما بتكرش ده النظام لازم يمشي فيه. شكرا. كويس. يعني التعليم الأمريكي يعني كويس وكل حاجة، بس احنا لينا يمكن عاداتنا وتقاليدنا وطرق تعلمنا، ودي هنا حاجات يمكن محتاجة زي ما دكتور أشرف قال سابقا الكيسز أو الحالات بتاعتنا نركز عليها. مهندس مجدي، يمكن من الحاجات اللي بنشوفها في مشاكل قصه تعليم رياده اعمال ان احنا يمكن بنقول ان بننسى شويه المهارات الفنيه. يعني لو انت مثلا يعني بتفهم في الزراعه او بتفهم في الصناعه او بتفهم في الهندسه او الطب او التركيز بيكون اكتر على المحتوى البيزنس سايد او المحتوى الاداري اكتر منه المحتوى الفني، برغم ان الاثنين ليهم نفس الاهميه
لإنجاح شركة ناشئة أو مشروع صغير أو متوسط وخلافه. إزاي نقدر دايماً يعني إحنا عارفين ريادة الأعمال بتغطي كل القطاعات المختلفة كل السيكتورز of the economy and society والكلام ده، إزاي نقدر يكون فيها شق تقني أو فني من وجهة نظرك؟ شكراً مهندس أحمد على السؤال، هحاول أجاوب برضو باختصار. يمكن هو موضوع كبير شوية، لكن يمكن ده نرجع تاني للميثودولوجي بتاعة تدريس ريادة الأعمال في التعليم الفني أو الكليات التكنولوجية. يمكن دلوقتي العالم كله بيتاجه، ويمكن بداية كانت من 2006 حتى في أمريكا، يعني كان الرئيس السابق قال إن اللي هو اسمه ده اللي قبل بايدن ترامب، إن هم لما بيجوا يشغلوا ما يركزش على الشهادة ويركز على الكومبيتنسز، إيه القدرات اللي موجودة عندك. ويمكن إحنا في الشغل اللي إحنا عملناه في مصر، وده كان يعني تاسك فورس اشتغل كذا هيئة من الهيئات اللي هم شركاء التنمية، ويمكن كان معنا برضو الدكتور أشرف في فترة من فترات والدكتور أيمن، يعني كان في كومبينيشن كده من التيم اللي بيشتغل، واشتغلنا على الكومبتنسز بتاعت قدرات ريادة الأعمال، إن ريادة الأعمال زي ما قلت تبقى مهارة أفقية، هي بيسموها تي، الحرف التي، الحرف اللي فوق اللي هو الهوريزونتال ده هو المهارات اللي انت محتاجها سواء في اي عمل او في مشروع خاص، وتقسمت على ثلاث حاجات: التطبيق العملي اللي هو الانتو اكشن، والايديز والاوبورتونيتيز الافكار والفرص، والموارد. بحيث ان بقى بقول انا منهج ريادة الاعمال اللي هو بيدرس بالطرق اللي قالت عليها الدكتورة سمر الجديدة والدكتور اشرف والحاجات دي كلها، والتشاركي وال 30-70 وال 20-80 وزي ما بيقولوا الفصل المقلوب، كل الحاجات دي اللي هي بتتعمل، لكن انا بحاول اديله مش لازم يكتسب ال 15 مهارة، لكن يكتسب مهارات منهم تؤهله ان اي عمل او فكرة هو بيشتغل فيها ممكن يحولها لقيمة مادية او ثقافية او اجتماعية. نيجي بقى للجزء بتاع المهارات اللي هي الفيرتيكال اللي هي السكيلز نفسها، ويمكن الدكتورة سمر كانت بتكلم عليها، وانا على فكرة عصرت في الكويت كذا حالة لما عملنا الحضنة اللي هي قالته ده بالظبط. انا دلوقتي احنا مش لازم كل الناس هيبقوا مخترعين وهيعملوا حاجات سيليكون فالي وكده، لا، الحاجات البسيطة. ويمكن انت قبل كده يعني مهندس احمد شخصيا قلت لي لا انا محتاج ناس تعمل صيانة بس يكونوا عندهم مهارات اخرى عشان الشغل في الريال استيت وكده. فانا هو مثلا الكتريشن، يتعلم الكتريشن كويس، معلموش الحاجة بقى القديمة، وده اللي يمكن الحاجات اللي هي الكومبتنسز الجديدة، ان هو التولز اللي بتستخدم والحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت انه ازاي ان هو يبقى بيشتغل حتى بصفة شخصية بس بمهارات رائد الأعمال. يعني لما يجي يدخل البيت عندك يعمل حاجة هيبقى هو عارف تكنيكالي كويس، وفي نفس الوقت بيأدي العمل كهو بيزنس، بيديك انفويس، بيديك ضمان، الحاجات دي كلها. طبعا الموضوع ده يعني من الموضوعات الهامة جدا، وده اللي احنا بنحاول نعمله في التعليم الفني، ان الولاد بيبقى عندهم وفي الكليات التكنولوجية المشروع اللي هم بيقدموه المجموعات، المشروع ده هو ده اللي بيعمل عليه بيزنس بلان، انه يبقى بيزنس، فيبقى فيه المهارات الفنية دي موجودة،
وازاي تقدم او تبيع المهاره الفنيه بتاعتك. يعني انا باختصار شديد كده، ويمكن ممكن ابقى اشارك بعد كده لو ايمن حب يحطوها في اي اللي هو اللي هي الكومبتنسز ال15 اللي احنا اشتغلنا عليهم دول، وازاي ان هم دخلنا بقى المهارات الافقيه والراسيه. اختصار شديد، شكرا. شكرا باشمهندس. يمكن من الحاجات اللي اتقالت كتير ان يعني عدنان ذكر ان في فرنسا تدريس رياده الاعمال بدا من سن 12، يعني من المدرسه. بنشوف يمكن كريكولمز ومجهودات كبيره في الجامعات ومرحله ما بعد الجامعه، سواء هي في مرحله الدراسات العليا او مرحله العمل. يمكن برضو من الحاجات اللي بنشوف فيها يعني تدريس رياده الاعمال مهم هي ما يسمى الخدمات الداعمه لرياده الاعمال، او البي دي اس، البيزنس ديفلوبمنت سيرفيسز، والحاجات المختلفه الناس بتحتاج تاخد فيها مهارات مختلفه. بس هرجع لعدنان في سؤال سريع جدا، يعني عدنان كجامعه انسى موضوع التدريس دلوقتي، مش بنتكلم عن التيتشنج، بنتكلم عن مركز رياده الاعمال الانتربرينورشيب سنتر وما اكثرها في الجامعات المختلفه، وما اكثر الحاضنات، وما اكثر المسرعات. انت شايف هل الجامعه هو المكان الصحيح لوجود مركز رياده الاعمال وحاضنه وحاجات من هذا النوع؟ وانتوا كجامعه في باريس ايه الحاجات اللي بتعملوها جوه مركز رياده الاعمال؟ شكرا احمد. فيري كويك، نحن مثلا في الجامعه بتاعنا عملنا حاجات سهله باش ندعموا الطلبه باش يمشيوا في رياده الاعمال وباش نعاونوهم. خاصه فهمنا اللي يلزم في كل جامعه يلزمك تعمل انتربرونوريال ايكوسيستم، دعمه، تعطيه الامكانيات باش الطلبه ينجموا يدخلوا بسرعه وبسهوله في الاكسبيرينس هذه. وحابين نوريهم زادة رياده الاعمال ما هيش تدريس فقط، ما هيش مسرعات كما قلت احمد، ما هيش جاست حاضنات. انتربرينورشيب هي حاجه اكبر من هذا الكل. انتربرينورشيب بالنسبه لي نحن في السنتر، وهذا ظهر لي مش تفرح الاستاذ اشرف، نحن السنتر متاعنا اسمه إيباج انتربرينورشيب اند فاميلي بزنس سنتر. علاش؟ خاطر فهمنا معناها الانتربرينورشيب معناها حاجه اكثر من هكا، واكثر من رياده الاعمال، اكثر من فاميلي بزنس، فما برشا حاجات نجم ندعمها. هذاك علاش نحن مثلا نحن بيدنا ورينا للطلبه الا نحن انتربرونور. مثلا حشنا بامكانيات، مشينا لليوروب وطلبنا الامكانيات، عملنا كي طلبنا الامكانيات مش قلنا لهم اعطينا امكانيات وشكرا، نو، عملنا برامج نتاع رياده اعمال، نتاع تدريس، نتاع مثلا عملنا برنامج بالنسبه للمساجين. كيفاش المساجين ما عادش عندهم معناها حصه ثانيه في الحياه، وكيفاش برياده الاعمال تنجم تعطيهم حصه ثانيه في حياتهم. تعطيهم برنامج، تدرسهم، تحطهم في حاضنات، سبيشال حاضنات، وتعطيهم فرصه جديده في الحياه. عملنا نفس الحاجه مثلا للالدرلي بيبل. مثلا عندك برشا عباد وقت اللي يكبروا ياخذوا الريتايرمنت يدخلوا بعضهم. علاش؟ سيكولوجيكي. علاش؟ خاطر عمره كامل يخدم مثلا مع اشرف، مع احمد، مع مجدي، مع سمر، مع ايمن، مع عيسى، وهذوما اصحابه والفاميلي نتاعو. وقت اللي يوصل مثلا السن الخروج للتقاعد يلقى روحه وحده. لماذا؟ خاطر اصحابه اللي هما كوليج ألسو قعدوا يخدموا وهو يلقى روحه وحده. دونك لازم حاجه جديده باش تخليه يقعد في الكونتينيوتي، في السوسياليزيشن. اراده الاعمال تنجم تعمل حاجه كيما هكا. عملنا نفس الشيء مع الومن، عملنا برشا برامج في الانسقاد، ورينا الطلبه نتاعنا الا راهو اراده الاعمال ماهيش جوست في الـ في الـ في اليونيفرسيتي، ماهيش جاست في المكان اللي انت عايش فيه، هي في مكان اكبر من هكا. فما ايكو سيستم. دونك فما الامكانيات، مشينا شفنا الامكانيات، حلينا حاضنه كما قلت انت احمد، ما عملناش حاجه
معناها ديفرنت من العباد الاخرين، حلينا مسرعات وحملينا حاجه جديده وقت جاء الكوفيد، عملنا ديفلوبمنت نتاع اي انكيوبيتر، معناها انكيوبيتر معناها حاضنة اون ا بلاتفورم وذ ابلكيشن فيرتشوال انكيوبيتر اكزاكتلي. واللانش نتاعو مشكله الا معناها مثلا نحن في الديفلوبمنت طلبنا برشا حاجات وبيدنا انا كانتربرونور غلط، عملت بيج ميستيك. شنو هو الميستيك؟ لو انا عندي بروجكت اللي هو الفيرتشوال انكيوبيتر، نورمالمون راني حليت الفيرتشوال انكيوبيتر بالام في بي مينيمم فيابل برودكت، لا انا قلت يلزمني حاجه نعمل حاجه ما اقوى ما اقوى ما اقوى. الكوفيد وفاء والانكيوبيتر مش يخرج جمعه جاي، معناها يعني فات الفوت كما نقولوا نحن عندنا في التوانسة. اما هذا ايش ما حبيت نقول لكم، اللي راهو الانتربرينور شيب السو نحن شنقريو وندرسو نوريو طلب زاد، خاطر برشا جامعات يقريو البيزنس بلان بيزنس موديل، ويزمك تعمل بيزنس بلان 50 صفحه، ويزمك تخدم على الماركت ستادي، ويزمك تخدم على البيزنس موديل، ويزمك تعرف التارجت نتاعك، ويزمك تعرف قداش باش تربح فلوس وقداش يزمك فلوس. اما الاستاذ مجدي قال حاجه حلوه هو والاستاذ اشرف، سكو يزمك اول حاجه انا حسب الاكسبيرينس نتاعي يزمك تعمل ام في بي مينيمم فيابل برودكت ودايركتلي تحطه على الماركت وتشوف شنو انفستمنت نتاع قد 5000 دولار 10000 دولار sometimes 0 دولار، خاطر البارتنر نتاعك يعمل ديفلوبمنت نتاع انفورماتيك ديجيتال بلاتفورم اند ابلكيشن. حط البرودكت نتاعك على الماركت وشوف شنو يقول لك الماركت. If it's a good idea يلا اليونيفرسيتي وي انكورايج يو as you want. اما اذا كان ما يخدمش ما يخدمش، شوف حاجه جديده. هذا شنو قاعدين نعملوا نحن في اليونيفرسيتي نتاعنا، ولينا نشجعوا برشا تلامذه باش يمشيو ديريكتلي في الام في بي. ومش نقول حاجه بريبس او شوك يو، البيزنس بلان ما هوش وقته في الانتربرينورشيب اكسبيرينس من الاول. من الاول اعمل برودكت حاول تبيعه، ومن بعد كان خدم طبعا وقتها تعمل بيزنس بلان، تقابل البيزنس انجل تعطيهم الدوكيمنت تقول لهم ما تخافوش رانا عندنا بلان استراتيجيك بلان. اما انت تعرف زاد الاستراتيجيك بلان عمره ولا كان هو. انا نعطيكم اكسبيرينس تو تقولوا انتم مثلا بكري ايمن قال راهو ما فماش ديفرنس بين امريكا ومصر وتونس وكويت والبلدان العربيه. توتالي اجري وذ هيم. احسن اكزامبل نجم نعطيه لكم مثل هو بنت الاستاذ احمد عثمان. بنت الاستاذ احمد عثمان انتربرينور. قداش عمرها بنتك احمد؟ عندها ما سمعناكش يا احمد. 13 عملت بيزنس بلان يا احمد بنتك؟ لا حقيقة. عشان كده مشي الموضوع معاه. يلا يا حبيبي انت فهمت كل شيء، هذا هي الاكسبيرينس نتاع الانتربرينور شيب. اوكي شكرا شكرا جزيلا. طيب احنا دلوقتي عندنا اسئله كتير، بس انا حابب يعني باستاذن البانلست ان احنا نخلي الاسئله مور عشان تبقى انتراكتيف بدل ما تكون مكتوبه. يعني هطلب من المشاركين اللي عايز يتكلم هفتح عليه المايك يرفع ايده، يعني في حاجه اسمها ريز هاند في الزوم، فعندي ريز هاند من امجد هاشم. يعني امجد يلا انيوت دورك في الكلام قول رايك واسال سؤالك اتفضل يا امجد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سعيد جدا انه اسمع لمتخصصين مهنيين انا اثق فيهم جدا. انا عشان ما اخذ وقت طويل، انا عندي ماستر في الانتربرينورشيب في التنميه المستدامه، والان انا مقيم هنا في كندا وبقرا في جامعه الادمنستريشن انتربرينورشيب. المداخله بتاعتي والراي بتاعي انا حقوله في شكل بتاع اسئله. انا حصلت على نتائج بحثيه من 10 سنوات في اكثر من 72 جامعه في الوطن العربي، اتعاملت معهم مباشره مع رؤساء الجامعه in names من تونس من الاردن من الشارقة في مصر جامعة الإسكندرية القاهرة لب لب لب. تعاملت مع
أكثر من 80 مركز ريادة الأعمال في الشرق الأوسط، وتعاملت معهم وزرتهم الدول دي. باختصار في نتائج بحثية أنا طلعت عندها وما حتكلم عنها كثير عشان الوقت، بس حسأل مجرد أسئلة وإنتوا حتفهموني لأنكم متخصصين وفنيين في هذا المجال. نمرة واحد، بالنسبة لمراكز ريادة الأعمال الموجودة في الجامعة ومراكز الابتكار، يعني مثلا جامعة مصر في مصر في قبل 6 سنوات كان في 2 بليون يعني في 2.5 مليون طالب في مصر، الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية. إذا مسكنا أحد الجامعات في حلوان نتكلم عن يعني 220 ألف طالب. المركز بتاع ريادة الأعمال بالاستبيان الكوتشنير اللي بيعرفوه من الطلاب 711 طالب، وهكذا قيس على كل مراكز ريادة الأعمال في الجامعات بتاعتنا العربية، إنه أصلا الطلبة ما بيعرفوا إنه في مراكز ريادة الأعمال ممكن تخدم الطلاب جوا الجامعات. ده واحد. أنا ليه بقول الكلام ده؟ اللي بعدين شوية حتفهمون أنا قصد إيه. تدريس ريادة الأعمال في الجامعات، في سؤال مين اللي بيدرس ريادة الأعمال في الجامعات؟ الأساتذة؟ يعني مثلا الدكتور مجد وهبة بيتكلم باحترافية عالية، نحن اليوم لو عايزين ندرس ريادة الأعمال حنجيب دكتور مجد وهبة في 200 جامعة عشان يدرس، ولا لازم يكون عندنا 200 مجد وهبة؟ ومين اللي بيحدد ال 200 مجد وهبة؟ مين اللي بيحدد اللي حيدرسوا؟ هل عندنا مناهج لتعليم الأساتذة عشان يدرسوا ريادة الأعمال كيف؟ هل عندنا مناهج زي دي؟ المصادر المعرفية والتطبيقية والعلمية لريادة الأعمال اللي بتتيح هذه البرامج تكلف مئات ألوف الدولارات. باشمهندس أحمد عثمان، دكتور أيمن الطرابوشي، فاهميني أنا بتكلم عن إيه؟ الموضوع نوت جوجل. أنا تعرفت على برنامج ريادة الأعمال مع الدكتور أشرف شتا عند نجوى إبراهيم قبل 6 7 سنوات، ورحت بنفس الجامعة الأمريكية. لكن هل هو متاح؟ وهل نحن هذه المادة وهذه الماتيريال دي متاحة؟ نمرة 5، أنا أصلاً عندي نظرة بحثية خاصة بالنسبة لي وأنا بعض المتخصصين، إنه حصر ريادة الأعمال كمنهج في مادة في كلية ده ما بيفيد الوطن العربي خالص، وإن كان خطوة لابد منها. يعني إيه أنا أحصر ريادة الأعمال في كلية وفي منهج وأدرس به يعني اختياري لكم طالب؟ دور المؤسسات التعليمية تجاه ريادة الأعمال أكبر من تدريسها داخل كلية. يجب أن نتجه للجامعات الريادية، جامعات التدريس ريادة الأعمال is lifestyle داخل الجامعة وليست مادة زيها وزي الفيزياء. مفروض مدير الجامعة رئيس الجامعة لما يبعث خطاب لوكيل الجامعة يبعثه بطريقة ريادية هذا concept، لأنه نحن محتاجين ريادة الأعمال بالطريقة دي، ما محتاجين ريادة الأعمال لأنه نحن نحطها في كورنر. الآن أنا عشان كنت شغال في الميديا وأنا آسف للإطالة، أنا كنت بتعامل مع آلاف الشباب وبعرفهم النيمز، بيفتكروا إن ريادة الأعمال نخبوية. ريادة الأعمال دي حاجة بس ناس الآية الأولى دكتور مجد ودكتور أيمن وبشمهندس أحمد عثمان ولكورن المحدد، مش للناس، مش للعامة، للشباب، للناس كلهم. لأنه اللانجوتش بتاعت المصطلحات بتاعتها حاجة نحن ساهمنا في إنه نحن نعملها نخبوية، ولما عايزين نحطها في الجامعة بنحطها كمان في مركز أو في كلية، نحن بنساعد إن هي تكون في كورنر. يجب أن نتحول للتعليم المبني على الابتكار، يجب أن نتحدث عن أكثر جرأة، يجب أن نتحول للتعليم المبني على الابتكار، يجب أن نتحول للجامعات الريادية، يجب أن نتحول لنحن أحياء الأساتذة. أخيرا، أحد في جامعة كارلتون هنا لما يقدر يدرس ريادة الأعمال مثلا، في ميزانية مثلا دفعت $1,000,000، المليون دولار دي حندفعها للجامعة دي يعني على أساس نحن دارين ندرس ريادة الأعمال داخل الجامعة. المليون دولار دي ما يشتروا بها ماتريال، المليون دولار دي ما يشتروا بها تولز، المليون دولار دي يصرف منها $900,000 عشان يأهلوا بها أساتذة عشان يدرسوا ريادة الأعمال. إحنا ما عندنا أساتذة بدرس ريادة الأعمال ولا عندنا متخصصين. نحن يا باشمهندس إلى اليوم إذا مراكز ريادة الأعمال بيديروها أساتذة داخل الجامعات، والجامعة لو قفلت أبوها بقى الساعة 2 مركز ريادة الأعمال بتقفل الساعة 2. لذلك مراكز ريادة الأعمال فاشلة بجدارة في الشرق الأوسط، وأنا مسؤول عن كل كلمة أقولها.
انا بشكرك، بس انا بروح مركز ريادة اعمال على فكره، بيبقى موجود شغال 5:30، فمش بيقفلوا كلهم اثنين. ده الا وراها انت او وراها مدي وهبه او وراها اي مره طرابوشي، لكن أنا يعني اذا توفي او اشرف شتاء، لانه هم عارفين بيعملوا في ايه. بشكرك جدا يا امجد على المداخله. لو يعني لو في حد عايز يعقب على كلام امجد يعني متاح طبعا، لو ما فيش ننقل، لو في حد تاني عايز يسال اي سؤال بس يعمل يعني يرفع ايده. مفيش. طيب من الاسئله يمكن اللي جات لنا على الشات بوكس من شويه صغيرين، من اظن الاستاذ حسن المليجي بيتكلم عن دور الارشاد، يعني مرحله المنتورشيب ماشي، وان اهميتها، لان طبعا الناس اللي بتتعلم ريادة اعمال بيخشوا في مخاطر كتير ومشاكل كتير، بس الخبره العمليه لناس عندهم خبرات في مجالاتهم المختلفه بتكون مفيده، بدل ما الناس تنتهي بيها الامر ان يكون في نهايه دراميه ماساويه لمشروع. استاذ حسن تحب تتكلم؟ افتح لك المجال تضيف حاجه لو انت لسه موجود. اوكي طيب، يا منتور شيب، هل المنتور محتاج نوع من الاعداد المعين ان يقدر يسابورت بيه اي صاحب مشروع؟ دكتور اشرف، وانا هعلق على اللي قاله امجد الاول، فانا هعلق تعليق علمي. ازاي انت قلت ان في 711 بس اللي عارفين من 220,000، which means ان حضرتك بعت السيرفي بتاعك ل 220,000، وده شبه مستحيل او مستحيل. الحاجة الثانية التعليق العلمي بأن كل مراكز ريادة الأعمال فاشلة، ده برضو تعليق مش علمي. أنا بس هقول لك وبصراحة، لأن الحاجة الأخيرة What's your question؟ إيه الquestion؟ إيه السؤال؟ هرجع بعد كده لحسن المليجي. أنت النهاردة حسن I know him personally، النهاردة في حكاية موضوع الإرشاد ده بيتطلب خبرات عملية مش بس خبرات أكاديمية. يعني أنت لو رحت لواحد اسمه أشرف اتعلم وخد كورس ريادة أعمال وخد دكتوراه في ريادة الأعمال، دي حاجة جميلة جدا على فكرة ورائعة، بس الحقيقة هو ما اشتغلش في شركة. وعلى فكرة النماذج دي موجودة، ودي تعضد كلام أمجد فيما قبل، النماذج دي موجودة كتير. طب أنت رحت نقيت ريادة أعمال تدرسها وانت ما دخلت الشركة، ما دورتش مشروع، What's your story؟ انت بتحكي للناس ايه؟ بتقول لهم ايه؟ معلش انا هبقى صريح شوية، يعني احمد يمكن يحب الصراحة، بتحكي لهم تقول لهم على ايه؟ ايه الستوري اللي انت بتحكيها؟ ولا حاجة، انت حاطط قدامك شوية سلايدز وعمال تقولها. فانا بقول ايه؟ النهاردة مش هقلب كل الجامعات practitioners، مستحيل، بس لازم يبقى فيه في الجامعات نسبة practitioners، نسبة من الايه؟ من الناس العمليين، تمام؟ ونسبة من الناس اللي purely academic. وبالمناسبة للي مذاكرين accreditation، يعني احنا في الجامعة واخدين ثلاثة accreditations، فهتلاقي مش عارف scholarly academic مش عارف ايه، شوية حاجات كده ايه practically مش عارف ايه، شوية حاجات كده للي دارسين قصة accreditation. لو انت كل الجامعة يا أمجد كلها بيورلي أكاديميك هتبقى مصيبة، هتكلم بصراحة، تمام؟ هتبقى كارثة. فأنا هرجع بقى تاني لموضوع الإرشاد اللي حسن سأل عليه. لو انت رحت سألت أشرف، خلينا نتفق اتفاق، أشرف ممكن ينصحك نصيحة توديك في ده، فيبقى أشرف من الأول حتى لو هو براكتيشنر لازم يقولك إن أنا نصيحتي كذا بناء على اللوجيك بتاعي 1 2 3 4. وحدي مثال عملي في مؤسسة بدون ذكر أسامي، وأحمد عارفها وساكن في التجمع، أحسن مكان بتقعد فيه في سوان ليك، ما تقولش الاسم من غير اسم، تمام؟ تم نصيحتها بنصيحة معينة، شي أزاري لأنتربنر وناجحة جدا وعملت أتموسفير تحفة وكله، قالت لي أنا رحت الواحد واداني نصيحة كانت هتوديني في ده. أوكي، ده مش معناه إن الراجل وحش، بس معناها ان لازم يبقى فيه منتورشيب. انا بقول المنتورشيب او الارشاد ده موضوع في غايه الاهميه، مش بس في رياده الاعمال، في الحياه انا لازم يبقى لي مرشد، مش اقصد بمعنى ديني. انا لغايه دلوقتي
المشرف بتاعي في الدكتوراه هو راجل عنده مزيج من الخبرة الأكاديمية والعملية، أنا أي حاجة برفع عليه سماعة التليفون، ألو دكتور شريف دلاور في اسكندرية، رأيك إيه؟ نعمل إيه؟ مش معناه أن أنا هنفذ، معناه أن أنا الراجل ده عنده فكر، بس إزاي أعلمه يبقى عنده فكر؟ دي another story. فأنت لازم هتختار دي للطالب أو للشخص، هو اللي بيختار المنتور بتاعه. أنا هروح لأحمد أو هروح لأشرف أو هروح لسمر عشان عندها خبرات عملية وعندها مش عارف إيه، وتبتدي مش معناها برضو إنها هتقول لي إيه يعني النصيحة اللي هي هتخليني بقى بومينج. وأنا بتفق مع أمجد موضوع، أو يمكن مش فاكر مين اللي اتكلم، أمجد أو حد تاني، موضوع أو عدنان، موضوع البيزنس بلان ده يعني بصراحة يعني إيه، خلاص بقى اتهرينا وكل واحد يتعمل له بيزنس بلان وبتاع، وانا ده ضمانه ليك حضرتك. يعني السؤال الاول من الستودنت، تفتكر حضرتك معناه ان انا هنجح كده و60 صفحه و80 صفحه وبتاع؟ طب بتعمل ايه يا ريس؟ يعني خليك خش بقى في الموضوع على طول. يعني انا بتكلم لغه مصري كده بشكل عام، يعني اسف على الاطاله، بس انت لو كلمتني احمد هتلاقيني بتكلم كتير في الحته دي. اشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. يمكن عندنا هادي الفرصه دلوقتي حد تاني رفع ايده. كان عندي سؤال من فادي جندي، وهو يعني بزنس اونر الراجل، فانا هخليه يتكلم. احمد جست yes. تعليق على اشرف شتا. You know, again I don't think يعني هو مبسوط قوي بحكايه البيزنس بلان، بس البيزنس بلان او حتى اي حاجه تبقى شويه للبيزنس بلان معناها ديسيبلين. ما اعرفش ايه ديسيبلين بالعربي، بيقولوا عليها ديسيبلين بالعربي، معناها زي بتقول ديسيبلين يعني انك تكون منظم شويه. تعليم البيزنس بلان انك تعلمه النظام، او تعلم التلميذ النظام انه ياخد زي الفكره ويعمل ده. الطريقه اللي احنا متعودين عليها يمكن في الدول العربيه طريقه ملوخيه، كله يمشي، بس ده مش النظام الدنيا بتمشي عليه. لازم يكون عندك شويه نظام في الطريق، حتى لو البيزنس بلان غلط كله، بتعلم التلميذ انه كل حاجه لازم لها وقت ولازم لها تفكير ولازم لها ميزان. ده رقم واحد. رقم اثنين، انا اجري مع اشرف انه لازم لك practitioners واكاديميك بالانس. سو يعني you need to always balance between اثنين. شكرا. يمكن فادي السؤال كتبت في الشات بوكس، هل انتوا شايفين ان مناهج ريادة الاعمال لازم تتطور ليكون فيها تخصصات تفيد مؤسس الشركه او الفاوندر؟ يعني مثلا منهج للتشيف تكنيكال اوفيسر، منهج للتشيف فاينانشال اوفيسر، ولا هي لازم تبقى حاجه جينيريك تغطي الناس كلها؟ مين هيجاوب على السؤال ده؟ يمكن اسال ليه؟ أنا ممكن اجاوب. الله يسلمك. تفضل عيسى. استاذ الفاضل، بحكم اني انا ماسك مدير مركز التعليم المستمر في جامعه الامارات، تجيني طلبات من كلاينت كثيره، والشيء المعني بالرياده الاعمال بدات الناس الحين المستهل العميل او الكاستمر جدا ذكي. الموضوع القديم انه تعطيه شيء جينيريك وياخذ ويفرح، هذا انتهى خلاص. الناس بدات واعيه جدا، وجدا عنده يعني عارف شو تريد بالضبط. فيجيك يقول لك والله انا عاوز، مش عاوز مثلا انتربرينورشيب، انا عاوز والله جزئيه من الانتربرينورشيب، مثلا برايسنج، وابقى انا كورس كامل متكامل في البرايسنج، هاو تو براندنج، هاو تعمل لي مثلا ماركتنج، هاو تو ماركت ماي ديجيتال كذا ديجيتال كذا. في هالاشياء انا والله تخصصي مثلا اغذيه، كيف انا ماركت الاغذيه مالي. فالتخصصية هاي بدأت تطلع على في السوق في 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 الماركت، ما كانت موجودة قبل. كانت الناس لأن الأسماء أصبحت مستهلكة جدا في السوق. انتربرينورشيب خلاص الاسم هذا مستهلك، سوشيال انتربرينورشيب أصبح مستهلك. فكل ما تخصصت أكثر كل ما كان في ناس إقبال عليها أكثر. يقولك انتربرينورشيب سوشيال انتربرينورشيب، كل حد عنده سوشيال انتربرينورشيب، شو عندك شيء جديد؟ فهذا بحكم واقع وتجربة يعني أنا أعيشها يعني دائما. شكرا. مهندس أحمد، ممكن ثانية واحدة باش مهندس مجدي، بس الدكتورة سمر هترفع إيدها، فلازم أخليها تسأل السؤال أو تقول تعليقها. دكتورة سمر
بس أنا أبي أجاوب الأسئلة السابقة. بالنسبة حق أستاذ أمجد، ويمكن السؤال هذا انطرح بعد، منو لازم إنه هو يدرس أو يكون مسؤول عن بعض الفصول الخاصة بريادة أعمال؟ أحب أقول لك أستاذ أمجد إن الشخص البيور أكاديميك أعتقد راح يخاف إنه هو يدرس هذا النوع من المواد، لأن الطلبة اليوم يكونون في منتهى الذكاء وعندهم خبرات كثيرة. كثير من الطلبة اللي أشوفهم في المواد، مثلاً لما أكون نفس ما دكتور عيسى كان قاعد يتكلم، أكون أنا ساعات قاعدة أعطي سكشن خاص في التفكير في البراند والعلامة التجارية، أو أنا يعني أنا بركز هني، ألاحظ أن كثير من الطلبة اللي يمكن في سنة ثانية ولا ثالثة عنده بزنس أو اثنين. فلما يجي أستاذ المادة أصلاً ما عنده خبرة، ما رح يصير شكله حلو في الكلاس روم. فيعني نوعا ما من غير ما يتكلمون دي شاي وي، يعني يختفون شويه من هذا النوع من المناهج، لان التفاعل الشديد اللي يكون داخل الكلاس روم مع الشباب والطلبه يعني يتطلب شخص فعلا متفهم، قادر انه يجيب على الاسئله، قادر انه هو يعطيهم the right amount of coaching اللي هم محتاجينه. فهذا بالنسبة حق الموضوع. بعدين يعني نبي نعتب عليه، مراكز ريادة الأعمال تعمل إلى ساعات طويلة. أنا ساعات كنت أعمل معهم وأطلع 9 و10 بالليل، ويعني وأنا سيدة وفي الخليج وحالتي حالة. طبعاً هم يعرفون زوجي يعني ما عنده مشكلة، بس يعني هم يعني ساعات طويلة من العمل. فلا بالعكس، يعني في طاقات جميلة ومراكز ريادة الأعمال تعمل، وحتى المركز اللي موجود داخل الكلية، لا طبعا حتى لو مع يعني الكلية عندنا فاتحة إلى ساعات متأخرة من الليل، يعني يكونون طلبة موجودين وإحنا نعطي محاضرات متأخر. فأرجو إن حضرتك تي وتزور، قد يكون صار لك فترة تزورنا الحين، تشوف يعني في توجه جدا مختلف عن السابق. في موضوع ودي إن أنا أذكره للصراحة، وأنا أشوف إن يعني ما أدري يمكن لأني امرأة أو شيء، بس دائماً الناس تتكلم عن المنتورشيب وتتكلم عن لازم ما يكون في أحد أروح له واستفيد من خبراته. شخصياً لأن أنا جربت الموضوع هذا، في خدمات خاصة بالإرشاد اللي هي مو المنتورشيب، ما يسمونها الكوتشنج ما أدري شنو هي بالعربي. الشاب أو الشابة لما يكونون في المرحلة هذه، في بعض الأحيان يكونون قاعدين يمرون بلحظات ضغط نفسي وتخوف وأمور، فساعات يمكن ما يبون منتر، ولا يبون يسمعون إجابة، ولا يبون يسمعون أحد يقول لهم روح يمين ولا يسار ولا نصيحة كذا ولا كذا. ساعات على فكرة كل اللي هم محتاجينه مخي يفكر معاهم بدون ما يعطيهم أو يعني يساعدهم للوصول إلى القرار الصحيح، بدون ما يفرض عليهم نصيحة معينة. يعني أنا شخصياً احتجت الخدمة هذه أكثر من مرة، وقاعدة أقدمها بشكل مستمر حق طلبتي اللي عندهم بزنسز حالياً، لأن أرجع مرة ثانية للعلاقة الإنسانية، هو أمر كبير. أنا كان عندي بنت طالبة كانت تعاني من عدم تفهم والدتها لظروف عملها، يعني هي كانت تشتكي منها، يا بنتي روحي لبسي اهتمي في نفسك، يا بنتي روحي سوي كذا، يا بنتي اشتري لك شيء. فهي كانت دائما يعني تقول لي امي مو قادره اتعرف ان يعني الدينار اللي راح يعني هي تبين ان انا اهتم في نفسي فيه، انا قاعده استثمره في عملي. ففي بعض الاحيان هم يمرون بظروف معينه يحتاجون أحد to give them to support and to listen to them بشكل مختلف. فيعني هذه أيضا من الأشياء اللي أحس أنها يمكن جديدة علينا، الكوتشنج حق رواد الأعمال الصغار، بس فعلا ترى ما محتاجين جدا. بس هذه كنت النقطة اللي بيذكرها. شكرا أستاذ أحمد. شكرا زين. مهندس مالك تفضل. أنا معلش عشان ريفز هاند اتشالت من عندي. لا مش مشكلة، أنت تدخل في أي وقت. لا هو أنا في حاجة عاوز أوضحها تعليقاً على كلام الدكتور عيسى وكلام الدكتور أشرف وكلام عدنان وكلام سمر. إحنا هنتكلم عن مصر، ومصر تمثل هي شكل للدول العربية كلها.
فيها 60% من البوبوليشن شباب، والشباب اللي هم اللي بنقول عليهم عاوزين يبقوا ستارت اب مش هيبقى 60%. الستارت اب ده وهو شغال في الاول هو ما عندوش الفكر. يعني انا اؤيد عدنان، انت في الاول شوف انت هتعمل ايه، محتاج له ايه، الثلاث حاجات اللي انا قلت عليهم الريسورسز وكده، وابتدي اشتغل وشوف الدنيا هتقبله ولا لا. لكن ممكن الدكتور عيسى بيتكلم عن واحد هو عارف عنده ايه المشكله ورايح للدكتور يقول له انا عاوز في الجزئيه دي. المفروض مش سوري ما بحبش استخدم كلمه مفروض، لكن مراكز رياده الاعمال جوه الجامعات ان هيبقى عندها مجموعه من الكوتشز والمنتورز اللي لما يجي لي. يعني انا شخصيا يعني عملت ثلاث شركات وفي شركه منهم فشلت، ولما باجي احكي القصه دي انا عارف هي فشلت ليه، لان انا دخلت حاجه تركيبه مجدي الشخصيه مش ماشيه معاها، التركيبه بتاعتي فمش هتشتغل. انا ممكن اكون شويه الناس حاجه يعني. فهو انا لسه يعني كان في مناقشات مع مجموعه في ماس ميدا من 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 اسبوعين ثلاثه، بقول الكوتش ده او نسميه اي اسم بقى هو بيجي لي البيزنس بتاعي سواء فورمال او انفورمال، ومن خلال انت لما بتروح عند دكتور وما تتكلمش مش هيعرف يشخص، مش هيعرف يشخص. وبالتالي لما انا ابتدي اتكلم هو بيبتدي بيسالني اسئله، ممكن بيديني كوتشنير اعمله ويعمل لي دايجنوزس. انت مشكلتك ان انت البرايسنج بتاعك غلط. ليه؟ عشان الكوست غلط. معظم الستارت اب ما بيحطش مرتب لنفسه فيلاقي نفسه، وبالتالي يعني ممكن المراكز اللي في الجامعات بالخبرات اللي عندها تقدر انها تساعد. يعني عشان في اسئله شفتها كتيره، طب العالم العربي انا معلش مش عاوز اطول لان وعدنان هنا ولا يفتى وعدنان في باريس، بس انا شفت تجربه في فرنسا جميله جدا ان الناس اللي كانت بتتدرب على رياده الاعمال وبتيجي وهي عندها بيزنس يعني هو عاوز يحسن مشروعه بيجي له واحد شارتر اكاونتنت، انا ما عنديش فلوس ان انا اجيب شارتر اكاونتنت، هو بيديله استشارات مجانيه. وانا سالت واحد يعني سالته قلت له طب انت ايه اللي بيخليك تيجي كل اسبوع وواحد لوير وكده؟ ده يا ماي فيوتشر كلاينت، الولد ده اللي موجود هو ماي فيوتشر كلاينت. فاحنا واجبنا كلنا ان احنا نشجع هذا الفكر. يعني لما اعزم واحد شاب عنده مشروع في مدرسه او في كليه يتكلم عن التجربه بحلوها ومرها والنجاحات والاخفاقات وكده، فده يعني ما يقوليش ببعت لي عربيه ومش يعني، لا هو ده جزء من المسؤوليه المجتمعيه بتاعته. فيعني ممكن ابقى اتكلم مع احمد بالتفصيل في الموضوع ده، بس انا يعني مراكز الرياده في الجامعات ما هياش وحشه، تؤدي جزء مع الناس بتوع النانو تكنولوجي والحاجات دي، وجزء تاني مع الستارت اب اللي هو عاوز زقه. يعني والدكتور عيسى قالها، هو الكوستنج عنده غلط، الماركتنج يعني دلوقتي كل الناس عاوزه ديجيتال ماركتنج عشان موضوع الكوفيد، لكن هل كل برودكت؟ ف يعني ده يا رايي المتواضع في الموضوع ده، محتاجين المراكز جوه الجامعات تغير الاستراكشر بتاعها، وزي ما كان بتقول الدكتوره سمر وكده الكوتش او المنتور اللي هو يقدر يجي يعمل لي دايجنوزس ويقول لي لا انت محتاج كذا، خد الواجب ده شهر هاجي لك اشوف انت عملت ايه. شكرا. شكرا باشمهندس مجدي. يمكن عندنا من الاتنديز الاستاذ ناهل، ناهل ناهل محمد ده من تيك. اتفضل يا ناهل. طيب شكرا يا باشمهندس احمد على الفرصه دي، وشكرا لكل المتحدثين مع حضراتكم جميعا. يعني عشان انا ما اخدش وقت، انا كتبت اللي انا حابب يعني اناقشه مع حضراتكم او اسمع منكم رايكم في مجموعه نقاط. اول حاجه النقطه التدريس او التدريب باللغه العربيه.
مين من حضراتكم بيدرس باللغة العربية فعليا داخل الجامعة بتاعته؟ حضراتكم هتفاجئوا من احنا داخل جامعاتنا العربية بندرس باللغة الإنجليزية، وحضراتكم برضو هتفاجئوا جدا ان من اكبر الإيفنتات اللي بتتعمل في مصر واللي بيكون الحضور فيها مصري 100%، لكن برضو لسه المتحدثين عندهم الإصرار انهم يتكلموا بالإنجليزي. فدي مشكلة، مشكلة صراحة في موضوع التدريس باللغة العربية او تدريس ريادة الأعمال باللغة العربية. النقطة الثانية اللي أنا حابب أخذ رأي حضراتكم فيها هي المحتوى العربي لريادة الأعمال والابتكار. للأسف يعني أنا من واقع شغلي كمدير لمنصة إبداع مصر، عايز أقول لحضراتكم إن إحنا بنلاقي صعوبة شديدة جداً إن إحنا نلاقي محتوى عربي محكم ومفيد للقارئ العربي. أغلب مصادرنا، مش عايز أقول أكتر من 80% من مصادرنا بتكون بنترجمها من اللغة الإنجليزية. مفيش محتوى عربي في ريادة الأعمال والابتكار نقدر نعتمد عليه. النقطة الثالثة، هختلف مع حضراتكم شوية في إن إحنا عندنا لازم نكون عمليين أكتر من إحنا نكون أكاديميين. أنا صراحة شايف العكس تماماً، معرفش ممكن حد يتفق معايا أو يختلف، إن حضراتكم بصوا على الإيفنتات اللي اتعملت في، خلينا نتكلم عن حاجة أعرفها كويس، في مصر في 2020 أغلبها أحاديث عامة، أغلبها خبرات، أغلبها نصايح، مفيش منهجيات واضحة حقيقية، مفيش مثلاً حد بيشرح حقيقي يعني إيه مثلاً تفكير تصميمي أو ديزاين ثينكينج. أغلب الناس للأسف الشديد اللي بيتكلموا عن البيزنس موديل كانفاس أو نموذج العمل بيتكلموا بحاجات، مش عايز أقول يعني، حتى كتبت مرة كده على الفيسبوك أن أنا مستحيل يكون أكتر من 10% منهم أرى الكتاب بتاع البيزنس موديل كانفاس. فإحنا بالعكس إحنا عايزين الناس تقرأ أكتر أو يكون لها مرجع يعني، وكفاية خبرات شخصية غير مرجعية. آخر نقطة حضراتكم ناقشتوها وأشترك معاكم بشدة فيها هي عملية المنتورشيب. تاني نفس الحكاية، إحنا محتاجين منتورشيب يتعمل باللغة العربية إذا إحنا كنا حقيقي عايزين نفيد رواد الأعمال، خاصة لو برضو بتكلم عن مصر اللي هم خارج القاهرة واسكندرية اللي هي رفاهية اللغة الإنجليزية مش عندهم. انا لو انا صحيح حقيقي عايز سبورت رائد اعمال موجود في الصعيد مثلا، فانا لازم اعمله سبورت ده او المنتورشيب دي او الارشاد والتوجيه باللغه العربيه. شكرا جزيلا يا احمد على الفرصه دي، وانا اسف ان انا شكرا جزيلا نهل. يمكن احنا عندنا كمان يعني احنا عندنا الوقت عشان عرب، ده حاجه كويسه، ده طبعا مش هنغيره، احنا كان المفروض نخلص من حوالي تلت ساعه يمكن او اكتر، بس عندي بس يعني في ناس عايزه تسال اسئله فهندخلهم، بس هستاذنكم ان احنا نحدد المداخله او السؤال يعني ماكسيمم دقيقه. فهبدا بالاستاذ محمد جابر عباس، اتفضل. بس حضرتك تعمل انميوت لو سمحت. يس، اهلا باشمهندس احمد، ازي صحيح حضرتك؟ اتفضل يا فندم. وتحيات لكل المشاركين، باشمهندس مجدي ودكتور أشرف وكل زمان. دكتور محمد جابر مع حضراتكم من أسوان جنوب مصر، ومنسق ريادة الأعمال في جامعة أسوان، والحمد لله أنا شرفت بحضرتك في قمة ريادة الأعمال باشمهندس أحمد هنا في أسوان عندنا. أهلا باشمهندس مجدي، أنا من ضمن ولادك في الـ ILO ريادة الأعمال في الأول. خد نص دقيقة باشمهندس دكتور محمد الموضوع. طيب انا عندي سؤال، وشكرا لكل مجهوداتكم. انا عندي افكار رائعه، احنا شغالين مع الشباب دلوقتي وبنحاول جهود رائعه على مستوى الوطن العربي مع الشباب. انا عايز انتقل بفكره رياده الاعمال، وده حلم بالنسبه لي ان انا ابتدي له تاسيس من رياض الاطفال ومرحله الطفوله. نفسي يبقى عندي ماتيريالز ابتدي اسس للثقافه دي من اجيال اللي احنا وجايين من مرحله الطفوله. يعني احنا فعلا عندنا محاولات رائعه مع الاطفال، لكن نفسي مؤسسات تتبنى يبقى عندنا مدخل مخفف وبرنامج مخفف يبني ثقافة ريادة الأعمال مع الأطفال، وده الاستثمار المستقبلي. مش عايز أطول، وده حلم أتمنى أن أتشارك فيه مع ناس كتيرة بعد شوية. شكرا لحضرتك يا فندم. أشكرك دكتور محمد، متشكر.
دكتور محمد زين. اتفضل دكتور محمد، تشيل بس الميوت يا دكتور لو سمحت. السلام عليكم، بشكر حضراتكم جميعا الحضور الكريم. انا دكتور محمد زين، مدير نادي ريادة الاعمال بجامعه بورسعيد. والحقيقه يعني كنا مع ريادة الاعمال مع الباشمهندس مجدي الله يقوله من زمان يعني، ودربنا معاهم ومع المنحه الامريكيه. لكن انا بسال سؤالي المحدد، الشباب عندنا يعني من بيجي نديهم دورات ريادة الاعمال ونعرفهم ونشر ثقافه ريادة الاعمال وازاي يبدا السكيلز عشان يشتغل فيه يعمل الشركه الناشئه بتاعته، مش عارف هو رافض الدورات اللي هي التقليديه مهما تنوعت في اساليب التدريس واساليب التدريب المختلفه معاهم. بيقول انا عايز مهارات مختلفه، انا عايز مش تقعدني وتديني تدريب مهما تبدع في العمليه التدريبيه، لا انا عايز تديني مهارات تقول لي واحد اثنين ثلاثه بس بطريقه مختلفه. الحقيقه انا يعني في كتير مش عارف يعني ارد عليهم، بنوع في طول التدريب، بجيب لهم خبرات دوليه تشتغل معاهم، خبرات محليه تشتغل معاهم في مجال الاعمال، لكن هم عايزين الجديد دايما. فسؤالي لحضراتكم، ايه الجديد اللي اقدر ابدا بيه مع الاولاد عندي عشان احطهم على طرق يعملوا الشركات الناشئه بتاعتهم، مع التحفظ ان تخصصاتهم مختلفه؟ يعني كلهم احنا ما عندناش ماده ريادة الاعمال بتدرس في جامعه بورسعيد كماده، لكن احنا بنحاول ندي دورات مختلفه عشان نبدا نحط الولاد على الطريق الصحيح. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا دكتور محمد. دكتور اشرف تحب ترد؟ يعني انا هرد في عجاله، يعني لان الموضوع بتاع كيفيه ان هو يبقى الماده بالنسبه له جاذبه دي تعتمد على كذا حاجه، من ضمنها او اول حاجه فيها المحتوى اللي انت بتديهوله. فالمحتوى اللي انت بتديهوله هل هو جذاب ولا لا؟ نمره اتنين، انا بمراجعتي في الجامعات المصريه او بعضها عشان يبقى كلامي علمي دقيق، لقينا ان الولاد لما بيتحط لهم المنهج ده كمنهج وعليه درجات بيكرهوه، ما بيحبوهوش. سليم؟ بتكلم جامعات المصرية ل 220 و 1300 ألف و 500 ألف، مش بتكلم على جامعتي أنا اللي هي الـ AUC which is دي حاجة مختلفة. نمرة ثلاثة، طب هو الشخص اللي بيدي المادة دي إمكانياته إيه؟ هل هيحط المادة دي على PowerPoint presentation ويقعد يقول وكلام وخلاص، ولا هيبتكر فيها؟ طيب نمرة أربعة، أنا برجح تاني عندنا فقر شديد في دراسات الحالة، يعني كيس ستاديز بتاعت الانتربرينورشيب في العربي، يعني في العالم العربي. يعني ممكن احنا طلعنا من عندنا أربعة في الانتربرينورشيب وكتير في حاجات تانية، أهم حاجة كانت الفاميلي بيزنس أو الشركات العائلية. فهي الايديا كلها يا دكتور زين، إذا أنا مكانك أنا حدي المنهج like a story. في علم عندنا جديد في الإدارة ومش جديد بقى له 20 سنة اسمه story telling. أنا بحكي حكاية، لو أنا اديته حاجة rigid كده وبخبط فيه هتبقى مش هينبسط، وهياخد فيه درس على فكرة، وهيجي له امتحان كمان. دي نقطة أخيرة، أنت هتجيب له امتحان أو طريقة تقييم إزاي؟ هل هكتب زي ما أحمد بيقول لسه هحط له بقى كل ما تعرفه عن ريادة الأعمال وأعمل له MCQ أو True or False أو كلام؟ لا، أنا عايز أفكره وأعمل تيستينج للتفكير النقدي أو الconceptual thinking بتاعه، حط له حالة. طب هي المشكلة هتجيبها له منين؟ أنت ما عندكش دراسات حالة، بس تبتدي لازم أعلم الناس اللي عندي في الجامعة إزاي يكتبوا case studies، وأنا مستعد أساعدك في دي يا دكتور محمد. As a give back to society، إزاي يكتب كيس ستادي دراسة حالة في بورسعيد؟ أنا كان معايا كيس يعني كمثال، عيلة بنكتب عليها كيس موجودة عندك في بورسعيد. أنا بس حبيت يعني. شكرا يا دكتور أشرف جزيلا. يمكن دلوقتي يعني عندنا أسئلة كتير، بس هاخد بس آخر سؤال من الأستاذ الأمير. تفضل يا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف شكر لحضراتكم جميعا. الصوت واضح تمام؟ تمام. واضح، تفضل.
انا مداخلتي بس حضرتك ان لا تزال ان افضل حد يقدر يطبق برامج رياده الاعمال هي مراكز الجامعات او مراكز رياده الجمال، مراكز رياده الاعمال داخل الجامعات المصريه. انا استاذ مساعد كليه العلوم جامعه جنوب الوادي، اشتغلت فتره كبيره جدا يمكن مع المهندس مجدي وهبه في الاي ال او، كنا عاملين شراكات برضو مع الطلاب وبندرب الطلاب وبندرب اعضاء التدريس على نشر ثقافه رياده الاعمال. ارى ان المشكله عندنا في الجامعات هي مشكلتين اساسيتين. المشكله الاولى هي عدم وجود الاستمراريه، اي مركز تدريبي بيجي بمجرد ما بينتهي الفند بتاعه بيتوقف، ودي بتعمل مشكله كبيره جدا مع الطلبه، بيشتغل سنه او اثنين وبعد كده بيبقى ستوب. رقم اثنين، المشكله عندنا برضه في بعض الجامعات هو ان الكل بيشتغل في جزر منعزله، احيانا تلاقي في نفس الجامعه في مركز لرياده الاعمال وواحد ثاني واخد فند لرياده الاعمال وواحد ثالث معاه مشروع مختلف عن رياده الاعمال. للاسف بدل ما بتبقى في نواه واحده مستقره في كل جامعه هي تكون المسؤوله او تكون المنوط بها تدريب رياده الاعمال ونشر الثقافه سواء للطلاب او للمجتمع الخارجي، بنلاقي اكثر من مركز مع بعض، ما بيبقاش في تنافس حقيقي اكثر ما بيبقى احيانا بيبقوا يعني بيخبطوا في بعض او بيبقى في مشاكل معاهم، فبتبقى دي هنا مشكله. فانا بس كانت مداخلتي ان لازم يكون في برضه شركات كبيره او مؤسسات كبيره تزود الترينر او تزود الكوتش او تزود المونيتورز او المراكز دي داخل الجامعات كاعضاء او اعداد اكثر، نشر ثقافه اكثر، تدريب اكثر، بحيث يبقى عندنا اكثر من شخص مسؤول داخل الجامعات المصريه يتولوا هم تدريب الطلاب وتدريب المجتمع الخارجي، لان احنا ما زلنا ان اهم نقطه او اهم هدف او اهم فئه عمريه هي متاح ليها فكره رياده الاعمال ونشر الثقافه هم طبعا طلاب الجامعات على اساس المستقبل والوظائف، وفكره بعد التخرج يبقى يقدر يدير عمل ليه خاص. شكرا جزيلا لحضراتكم وألف شكر. طيب يعني يمكن يعني انا بشكر حضراتكم جدا على المداخلات، عايز بس كلمه اخيره من كل من الساده المتحدثين. هبدا بالدكتوره سمر عشان رفع ايدها، اتفضلي دكتوره. اهلا وسهلا، احب ارد على بعض بس الامور اللي تم ذكرها بالنسبه حق الدكتور اللي كان من اسوان، بس ودي اقول له شيء. اولا انا احب اسوان جدا، يعني من المدن القريبة جدا إلى قلبي. بالنسبة حق البرامج الخاصة للأطفال، احنا يعني لنا هني تجربة في الكويت حق البرامج هذه، لكن نحتاج فعلا ان احنا ندخلها في المناهج. من اسبوعين يعني خطاب من الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطلب خبرات من يقوم بتعليم منهج بريادة أعمال، مطلوب خبراتهم لتصميم برامج تصلح للمراحل التعليمية المختلفة. أنا راح أكون جداً صريحة معاكم، وأبي أقول أنا نظرتي الشخصية، الطفل عنده براءة وفضول يمكن بشكل كبير استخدامها لتنمية الفكر الريادي عنده، لكن أنا خوفي الوحيد هو أيضاً تنمية فكر الماديات الماتيرياليزم عند الأطفال، ونحن ناخذ الى هذا يعني الاتجاه بعيدا عن المتعه اللي موجوده في الرياده والشجاعه واخذ المخاطر وكذا. يعني انا خوفي الوحيد فقط هذا الموضوع. وعشان نقدر ننجح ان احنا يكون في عندنا اطفال عندهم فكر ريادي، فاحنا محتاجين ان احنا ايضا يكون عندنا ابهات وامهات عندهم ايضا تقبل لهذا الفكر الريادي، لان إذا إحنا ثقافياً وكمجتمع عندنا الأب والأم غير متفهمين لهذا النوع من الفكر، راح يكون في صعوبة شديدة وضغط شديد على شباب المستقبل بإذن الله. بالنسبة حق دكتور زين، أنا دائماً أحب أقول إذا أنت تبي تجذب الجمهور أو الأودينس تكلم معهم بلغتهم. وهذه النقطة الحلوة أن أنا أفهم الشخص اللي قدامي وأفهم الطلبة اللي معاي، فحتى لما أستخدم الأمثلة أو حتى الكيس ستاديز تكون قريبة لهم. يعني أنا لما أستخدم كيس أو أحب أني أستضيف ضيف من رواد الأعمال في الكلاس روم، دائماً أحب يعني أجيب الشخص القريب إلى قلب المجموعة اللي موجودة، وأطلب منه أن يعطيهم تشالنج أو تحدي. يعني أنا مريت في المشكلة الفلانية بس أنا حليتها، يلا خلو أشوف منه ممكن أنه يعطيني حل لهذه المشكلة اللي أنا مريت فيها، فيبتدي أنه هو يتفاعل معهم. وجوده كشخص هم حابينه ومتقبلينه رح يخليهم يتقبلون المعلومات ويتفاعلون معاه بشكل جدا جيد. فدكتور زين يعني
أنا متأكدة أن بورسعيد يعني مليئة بأصحاب مشاريع، حضرتك لو تروح تتمشى كذي عليهم معاك كذي جروب من طلبتك المميزين اللي حابين أنهم يتعلمون، وروحوا تعرفوا على رواد الأعمال، عزموهم على شاي، هم يعزمونكم على كذا، ويعني تناقشوا ونفس النقاش انقلوه إلى الكلاس روم، لأن الداينامكس أو الحركة هذه داخل الفصل رائعة جداً، وراح تعطيهم تجربة ملهمة بشكل جداً كبير. أنا سعيدة جداً أن مهندس أحمد دعاني كالعادة أن يكون موجودة مع حضراتكم جميعاً، ويعني أنا شخصياً يعني والهان عليكم وحشتوني، وأتمنى أن أنا أشوفكم قريباً يعني في مدينة جميلة أخرى في مصر. مشكورين وايد، ودكتور عيسى ودكتور عدنان أول مرة يمكن ألتقي فيكم، سعيدة جدا وجودكم. شكرا مهندس أحمد. دكتور أشرف في 30 ثانية. اشمعنى أنا في 30 ثانية أحمد؟ بص أنا لا، ما أنا هقول ال 30 ثانية سهلين قوي. أول حاجة أحب أحيي أمجد، أنا كنت ناشف شوية وأنا برد، بس I apologize، بس كان لازم أرد بشكل علمي شوية، وحشوفك على لينكدإن يا أمجد هاشم إن شاء الله. الحاجة التانية أنا ما عنديش، شايف إن الجلسة كانت ثرية جدا ومفيدة جدا ليا، وأتمنى لكل الناس اللي كانوا موجودين، وشكرا يا باشمهندس أحمد على دي، على الجلسة دي، وإن شاء الله يبقى لينا جلسات أخرى إن شاء الله. مواضيع يعني نعمل لك حلقة لوحدك، اصبر بس. دكتور عيسى تفضل. دكتور عيسى فرصة سعيدة تعرف فيه عليكم كلكم. بصراحة يعني أحس إني أعرفكم صار لي يمكن 20 سنة 30 سنة. أتمنى إن شاء الله الويبنار هذا لقى استحسان كل من شارك معنا اليوم و بكلمة أو شارك معنا اليوم بس بالاستماع، وإن شاء الله نشوفكم في ويبنارز ثانية، والله يوفق الجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور عيسى. عدنان 30 ثانية برضو. أوكي. شكرا جزيلا أحمد أند أيمن الاستضافة. أنا مش نحكي بالتونسي، فرحان برشا خاطر تلقيت أشرف سمر the first time, nice to meet you. أستاذ عيسى and of course حبيبي مجدي وهبة. استدعيكم إن شاء الله باش نكملوا الديسكشن، this discussion in Paris at ICSB World Conference from 11 to 16 of July، من 11 ل 16 جوليا 2021، وإن شاء الله نراكم الكل، وإن شاء الله نكملوا الاستضافة هذه في أحسن المناسب. شكرا. شكرا عدنان. مهندس مجدي 30 يعني هديك دقيقة. أنا شاكر جدا ليكم كلكم، وشاكر لأيمن. ويعني على فكرة مهندس مجدي أيمن ما عملش حاجة، كون إن هو قاعد ولابس البدلة وبيسمع العربي فده لا يعني أنا أيمن لي تقدير خاص أحمد على حاجات كتيرة اتعملت في مصر. يعني أنا عاوز طلب واحد، شكرا لكم جميعا وشكرا أنتوا استضفتوني. ما أنا عاوز أجيب تايمر بعد كده عشان ما طولش أحمد. وبعدين يا ريت الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي ما تبقاش مجرد ان احنا اتكلمنا، لكن نحطها يعني زي موضع التنفيذ، يبقى في بعد كوفيد حاجه ممكن في باريس يبقى على ضوء المناقشات. الموضوع ده الاسم يعني حلو جدا، The Future of Entrepreneurship Education in Egypt، مستقبل تعليم رياده الاعمال في مصر. اشكركم جدا، انا اخذت بوينتس كثيره من كل الكلمات بتاعتكم، وميرسي جدا جدا ليكم. شكرا لك. أيمن الطرابيشي. شكرا مهندس عثمان. يعني انا بقول لك يعني بقول من 2010 ل 2020 الدول العربيه والناس في الدول العرب اللي عملوا الانتربرينور في ايدكيشن عملوا حاجه فظيعه انه قدموا الايدكيشن بالمجال ده.
يعني حاجة ممكن نكون مبسوطين بيها كتير. العشر سنين القدام هو أهم عشر سنين، عشان لازم نكون مش نقدم أكتر وأكتر. إحنا محظوظين إنه الناس هنا في الويبينار أنا أعتبرهم الليدرز بتوع العرب إدوكيشن في الدول العربية، ولازم نكمل معاهم المستقبل هنا. ويمكن إنه الويبينار دي بداية حاجة سبيشل ممكن نعملها، بس يعني عيسى وأشرف ومجدي وعدنان وسمر هم دول الليدرز بتوع العرب education، ودول الناس يقول لك يسموهم crown jewels of Arab education here. So انت لقيت المسؤول، انت بقى المسؤول انك انت عملت الويبينار، يبقى لازم تكمل بقى انت، قل عليك انت بقى. يلا مع السلامة. شكرا عين. طبعا الويبينار القادم، بس الناس اللي عايز تاخد نوت، يوم 27 جون هو اليوم العالمي للصناعات الصغيره المتوسطه رياده الاعمال. هيكون في نماذج ناجحه من رواد الاعمال العرب، وبداوا الدكتوره سمر وعيسى وعدنان وكل الناس ترشحوا لنا شباب فعلا يكون يعني عامل تجربه جيده ونقدر يعني سبوت لايت بشكل قوي. في نص سبعة من باريس هيكون عندنا حلقه اخرى برضو او ويبينار اخر عن مسرعات الأعمال وحضانات الأعمال ومراكز ريادة الأعمال ودورها في دعم منظومة ريادة الأعمال أو الإيكو سيستم الكامل ده في نص جولاي. فأنا بشكر حضراتكم، بشكر دكتورة سمر، بشكر دكتور عيسى، دكتور عدنان، مهندس مجدي، دكتور أشرف، دكتور أيمن، وطولنا عليكم شوية بس أتمنى يكون الموضوع مفيد. هتلاقوا تسجيل لده للحلقة دي على اليوتيوب شانل لـ ICSB وعلى فيسبوك لايف. وشكرا لكم على وقتكم. Thank you. شكرا.